يا مساء الخيرات، اهلا اهلا ومرحبا بكم في مساء حلقه. النور. مساء الفل يا استاذ شريف، اهلا بكم في حلقه جديده ومعانا استاذنا الكبير استاذ شريف يونس. هنتكلم النهارده عن موضوع، اولا كل سنه وانت طيب يا استاذ بمناسبه 6 اكتوبر. اهلا، وانتي طيبة واحنا كلنا طيبين. ومصر كلها طيبة، والشعوب العربية معانا برضو من سوريا، حبايبنا من سوريا ومن العراق. برحب بكل الناس، سكاي وستيوارت والأستاذ ماهر من العراق، أهلا بكل الموجودين. النهاردة هنتكلم عن زي ما العنوان مكتوب، ثورة يوليو، الأصول والسياسات. أنا بس عندي رجاء كده يا أستاذ شريف في البداية، طبعا كل الترحيب لحضرتك ضيف لأول مرة في القناة بتاعتنا، مشرفني طبعا. الله يخليك. تمام، أنا عايزة منك اعمل لي بس صورة، مشهد كده لمصر قبل 23 يوليو. بصراحة هي الإرهاصات بادئة من 51 مش من 52، من وقت مفاوضات وزارة الوفد، لا الوزارة اللي قبليها إسماعيل صدقي، مش عارفة إيه. الموضوع ليه إرهاصات من قبل 23 يوليو أو يونيو 52. السيناريو كان عامل إزاي؟ كانت مصر شكلها إيه؟ بصي، هو طبعا مصر يعني حسب المستويات اللي بنتكلم فيها، يعني مثلا على المستوى الاقتصادي مصر كان عندها قدر من الازدهار الاقتصادي لما نتكلم عن الاقتصاد الكلي بصفة عامة، ولكن ده كان على حساب حوالي 80% من سكان مصر اللي هم الريفيين، لأن هم كانوا بياخدوا أجور قليلة جدا أو بيشتغلوا شبه سخرة عند كبار الملاك، ونسبة الأمية كانت حوالي 80% أو أكثر. فكان في درجة كبيرة من الاختلال الاجتماعي كانت موجودة على المستوى الاجتماعي، لكن في نفس الوقت كانت الحواضر مزدهرة، ويمكن ده بسبب قلة سكان الحضر نسبيا في الفترة دي، وإن الاقتصاد كان ديناميكي وله علاقة بالعالم وكده. من الناحية السياسية، ودي اللي تهمنا أكثر لأن هي اللي هتفسر لنا إن الضباط الأحرار كان عندهم فرصة إن هم يصعدوا للسلطة. النظام القديم كان بينهار من بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 45، يعني من ساعة ما انتهت الحرب. طبعا فترة الحرب كان بقى في كل الأحكام العسكرية وحظر التجول والرقابة على الصحف وكل الكلام ده اللي هي ظروف الحرب. كل ده اترفع مع نهاية الحرب، فابتدى يبقى فيه مظاهرات كبيرة ضد الإنجليز وضد حكومات الأقلية اللي كانت موجودة في تلك الفترة، لأن الملك استبعد الوفد اللي هو اللي كان جه سنة 44، مشى بعديه بسنة ونص، وجت بعد كده برلمان متزور وأحكام وأحزاب الأقلية فضلت تحكم حوالي 5 سنين لحد ما رجع الوفد تاني سنة 50. فكان في مظاهرات كتيرة سواء ضد الأحزاب دي أو ضد الإنجليز لحد سنة 47، لأن 47 انسحبوا بقى حسب معاهد 36 من كل المعسكرات بتاعتهم وتركزوا بس في قاعدة قناة السويس زي ما بتقول معاهد 36. فيعني مثلا كان لحد 47 كانوا موجودين لسه في سكنات قصر النيل اللي هي ناحية شيراتون كده ناحية كوبري قصر النيل، فمشيت دي من زمان، وهكذا من 47 وقتها. الوضع فضل يتفاقم لان ابتدى يبقى فيه اضرابات عماليه كتير. ده حصل اضراب للكونستابلات اللي هم جزء من البوليس سنه 48، وكذا وزاره سقطت من ضمنها وزاره اسماعيل صدقي، وموضوع فتح الكوبري على مظاهرات الطلبه، يوم الطالب العالمي يعني منسوب للوقعه دي، وفي طالب وقع واستشهد بتاع. وبعدين فضل الموضوع يتفاقم بهذه الدرجة إلى أن أتى الملك حل بحكومة 51، حكومة 50 بتاعت الوفد، حكومة الوفد الأخيرة اللي قعدت برضو حوالي أكتر من سنة ونص شوية. في الفترة دي الوفد كان في قبضة الجماهير، مش بيقود الجماهير، مش زي ثورة 19. ثورة 19 وما بعدها وسعد زغلول والعهد الاول حتى من عهد مصطفى النحاس لما عمل معاهد 36 كان الوفد بيقود الجماهير. انما اللي حصل كان جزء كبير من الجماهير اللي راحوا الاحزاب الشيوعيه، واللي راحوا مصر الفتاه، واللي راحوا الاخوان، واللي راحوا لا ده ولا ده، بس ابتدوا يفقدوا ثقتهم في السيستم على بعضه، فابتدوا يضغطوا على الوفد، والوفد اضطر يلغي معاهد 36 تحت الضغط الشعبي.
وطبعا بريطانيا ما اعترفتش بالإلغاء ده من طرف واحد، وما كانش معروف ايه اللي هيحصل بعد كده، وابتدت حركات الفدائيين، كل مجموعة تعمل نفسها حركة فدائية وتروح تتحرك بجهودها الذاتية ضد الإنجليز، وفضل الموضوع يتفاقم لحد ما حصلت الكارثة بتاعت محاصرة الإنجليز لمركز البوليس في السويس، في السويس ولا في الإسماعيلية؟ في الإسماعيلية أظن، الإسماعيلية وصدرت لهم أوامر في الإسماعيلية، وصدرت لهم أوامر إن هم ما يقاوموا، فسقط منهم 50 شهيد. في 26 حصل حريق القاهرة، اللي خرج من كل، يعني ايا كان بقى كل الكلام، مين اللي ابتدى الحريق، مين اللي حرض عليه، ما فيش نتائج يعني نهائية واضحة، كلها تخمينات، بعض التخمينات احسن من بعضها، لكن ايا كان يعني الناس اللي حاولوا يساعدوا في القصة دي، لكن في النهاية جماهير اندفعت، ملهاش دعوة بأي قادة سياسيين من اي نوع، وحرقت المحلات الاجانب والانجليز والكلام ده، حرق حوالي 700 مبنى في هذا اليوم. وأعلن وفد الأحكام العرفية، ثم أجبر على الاستقالة، قدم استقالته، وجت بعديها فترة الأربعة. في الفترة دي كان الوفد نفسه مقسم لثلاث أجنحة، وجناح أميل للتحالف مع الملك، يعني إن احنا نراضي الملك علشان نستمر في السلطة، وناس تانية كانت أقرب للاتجاهات الجديدة الاشتراكية والشيوعية والكلام ده، اللي هي الطليعة الوفدية، عايزين إجراءات أكثر جذرية وعايزين إصلاح اجتماعي وكده، وجناح في النص. فكان الوفد نفسه اللي هو عمود دستور 23 ابتدى يتمزق، الملك نفسه ما قدرش يعمل بديل للوفد بعد ما طردوا من السلطة. فعمل جت فترة 6 شهور اللي حصلت فيها 4 وزارات، منها وزارتين لواحد بس اللي هو نجيب الهلالي، ونجيب الهلالي آخر وزارة ليه قعدت 2 يومين، ثم حصل انقلاب 23 يوليو. فإحنا نقدر نتكلم عنها فترة من انهيار النظام، يعني في مش إنه إحنا عندنا نظام مستقر وفاعل ومش عارف إيه، وده اللي يفسر ليه إن تنظيم فيه حوالي 300 320 ضابط تقريبا، 80 منهم بس اللي كانوا موجودين في داخل المدن، يعني عندهم وحدات داخل المدن، فهم دول اللي عملوا الانقلاب، الباقيين بقى اللي في سيناء ومش عارف ايه، فطبعا ما شاركوش، الوحدات بتاعتهم مش في الاماكن المأهولة في مصر. 80 ضابط مش بس استولوا على السلطة بمنتهى السهولة، ولكن ايضا احتفظوا بيها واقاموا نظام جديد، فده مش ممكن يتفهم الا في ضوء انهيار النظام القديم بسبب التوترات الاجتماعية والسياسية اللي انا شرحتها او حاولت اقدم يعني خطوط منها. طيب تمام. المظاهرات اللي كانت بتحصل، مظاهرات الطلبة اللي اتفتح عليهم الكوبري، إضراب الكونستابلات، الكلام ده كان بإعاز من مين؟ مين الحزب اللي كان متصدر المشهد وبيحاول يحمس الجمهور على إنه بالتبعية انت عشان تسخن الجمهور فانت في جهة يجب ان تتحرك ومقصرة؟ كان وقتها التحريض على الملك. كانت مين اكتر حزب في الفترة دي بيحرض على الملك او كان ضده؟ الوفد مثلا ولا الدستوريين الاحرار؟ لا كان لا ما هو ده تفكك النظام، ان القوه دي كانت قوه منفلته من السيستم ده كله، لا هم احرار ولا وفد، انما مثلا كان يعني الطليعه الوفديه شاركت شويه، باعتبار ان هم دول الشباب المتحمسين بتوع الوفد اللي عايزين يعني ياخدوا اجراءات ضد احزاب الاقليه وبتاع، ويعيدوا بقى مجد الوفد القديم لما بيعمل مظاهرات جراره وبتاع. وكان بس الشيوعيين لعبوا دور مهم، الإخوان المسلمين وقفوا مع إسماعيل صدقي، وليهم عبارة مشهورة جدا اللي هي بيقول، كان حسن دوح على ما أذكر اللي هو كان زعيم الطلاب وقتها، وقال إن واذكر في كتاب إسماعيل أنه كان رسولا وكان صديقا نبيا، خلي بالك إن في إسماعيل وفي صديق زي إسماعيل صدقي، فيعني كأن الراجل مكشوف عنه الحجاب مثلا ولا ولي من أولياء الله. فالمهم ان هم يعني حسب مين مع مين يعني، لكن دي كلها قوة بره السيستم، يعني القوة دي مش ممثلة في البرلمان، فهنا انت متخيلة البرلمان اللي هو انتخاباته
صحيح كانت مزورها الملك، لكن حتى لما بتيجي الانتخابات اللي مش مزوره بيجي الوفد، مش بتيجي القوه دي. يعني برلمان الوفد اللي كان منتخب انتخاب حرا كان في واحد بس من مصر، الفتاه اللي هو ابراهيم شكري الشهير، اللي هو كان زعيم حزب العمل لاحقا في اه ده عهد لغاية السادات. فترة قريبة افتكر الراجل ده مات. مات في التسعينات يمكن او كده. فابراهيم شكري ده الوحيد اللي هو من كل القوى دي، لا كان فيه ممثلين للشيوعيين ولا كان فيه ممثلين للاخوان ولا مصر الفتاه باستثناء الراجل ده بس، الحزب الوطني تمثيل قليل ومستقلين كتير. فده يدلك على انه ابتدى البرلمان ما عادش ممثل للقوى الفعليه اللي موجوده في الشارع، والقوى الفعليه دي مش قادره تمثل نفسها في البرلمان. فدي من علامات برضو تفكك النظام. ما نقدرش نقول ان في جهه معينه كانت مستقصده توقع النظام، لكن في قوى كتيره كانت حاسه زي ما تقولي بخيبه الامل، بالتمرد على النظام اللي موجود، وكان املها الاخير حزب الوفد لما جه سنه 50. وبعدين حزب الوفد طبعا عنده توازنات لازم يعملها، وعنده ادراك لان بريطانيا ما زالت قويه، لكن اضطر ان هو يسير الجمهور، فبقى في حكمه بينه وبين ابتدى الوفد يتشتم حتى من القطاعات لا بأس بيها من الجمهور الشبابي الجديد. فهي المسألة مشيت بالطريقة دي، ما نقدرش نقول إن في مخطط أو إن في حد عمل الشغلانة دي. النظم ليها عمر بتنتهي عنده لما بتواجه تناقضات. معلش انا واقفه شويه في حقبه الملك، لان هي الغليان اللي حصل في اخرها هو اللي ادى لما نحن عليه النهارده في 2021. على فكره في كتاب كتير، يعني عبد الرحمن الرافعي واضح من توجهه انه كان قلب، يعني كان ضد الملك، شايف ان الملك ده حد مستهتر، حد كذا. وحتى يعني انا لاحظت حاجه بيقول لك ايه، كانت في وقت مصيف الوزراء، يعني كان لهم فتره كده بيروحوا يصيفوا فيها او كانه دي اجازه مثلا. لا الحكومة كان مركزها بيتنقل في الصيف اه لاسكندرية. بالظبط يعني كده، او الملك كان مصيف. والوزراء يعني ليهم مقر للحكم، مش ان هم بيروحوا يصيفوا هناك. يعني زي ما تقولي ان دي كأنه مثلا تلتين السنة بيحكموا من القاهرة وتلت سنة بيحكموا من اسكندرية، حاجة زي كده. طب بذمتك ده دي حاجة وحشة؟ طب والله كانت حاجة جميلة وآخر مزاجة، مش دلوقتي قاعدين في الحر وفي البتاع. بس مش واخدين اجازه، بطلوا يحكموا لا يعني، لا لا أنا عارفة. شغالين، بس شغالين من هناك. تمام. طيب أنا عايزة رأي الأستاذ شريف يونس الشخصي في الملك فاروق آخر أبناء محمد علي. والله بصي انا نادرا لما بهتم بالسير الشخصيه خالص، يعني انا لا بالنسبه لي كحاكم. في قوه اساسيه هي اللي بتلعب الدور الجوهري. النظام كان معيب لأسباب عميقة، مش لمجرد الملك ده ظريف ولا وحش، لكن الملك فاروق كان فيه مشاكل طبعا، من ضمنها ان هو يعني كان عنده مشاكل في بيته، زي ان امه كانت بتعمل فضايح وجوزها احمد حسنين عشان تلم الفضايح دي، طلعت عنه كلام حوالين ان هو بيلعب قمار. انا ما بحسش في الموضوع فما اقدرش اكد لك الكلام ده، لكن اقدر اكد لك ان كان فيه استياء عام من الملك، لدرجه ان ابتدت الناس يعني تقطع صوره او تحرقها في مزارات الجامعه في اواخر العهد. طبعا البوليس كان بيتصدى لهم وكل حاجه، لكن ده يدلك على انه اكثر من كده كتير من الضباط الاحرار كانوا من انصار الملك اصلا في البدايه، لان هم مثلا في حادثه 42 لما الوفد جه زي ما بيقولوا على سنة يعني بطلب من الانجليز بسبب خوفهم من الدسائس اللي بيعملها الملك ضدهم. ففي الفترة دي كانوا هم حاسين الملك ده هو الوطني، وطني أكتر من الوفد، وكانوا معاه. ما كانوش ساعتها ضباط الأحرار، ما كانش تنظيم موجود أصلا، هم ضباط في الجيش عادي يعني. فكتير من الضباط كانوا بيحبوا الملك وبيأيدوه، ومعروف مثلا انور السادات كان في الحرس الحديدي بتاع الملك، اللي هو كان بيعمل العمليات الخاصه والعمليات القذره بتاعه الملك، ودي كانت بقياده واحد كان طبيب للملك مش فاكر اسمه ايه عشان ما يبقاش الملك متورط بشكل شخصي. وكان ولكن
مع الوقت ومع انهيار سمعة الملك ابتدى حتى الناس دول يكرهوا الملك. وعشان كده لما عملوا تنظيم الضباط الأحرار سنة 49 كان إلى حد كبير سمعة الملكية ضاعت. ندخل على حبايبنا بقى. أهلا أهلا أستاذ أيمن، عجمي شرفنا. ندخل بقى على حقبة الضباط الأحرار، 15 رجل. هل ال15 رجل دول كانوا متشبعين بتراب الوطن، متوضيين بيه، بتجمعهم كلهم حب مصر والفداء والتضحية، واحنا فداها واحنا هنموت نفسنا عشانها واحنا، ولا كان عندهم أطماع شخصية، أو بعضهم عنده أطماع شخصية، خصوصا إن كان فيهم 2 بس هما اللي أثرياء أو من أسر عريقة. أفتكر خالد محي الدين، ومش فاكرة تاني اسمه إيه، والباقيين ولاد ناس، وعبد الحكيم عامر كمان، واضح إن هو كان من أسرة ثرية. الباقيين كانوا من أسر إما يعني الطبقة الوسطى أو أقل كمان، يعني عبد الناصر أبوه كان بوسطجي، مش كده برضو؟ أبوه كان موظف في هيئة البريد، وموظف في هيئة البريد دي ما كانتش حاجة تافهة يعني، ومش فلاح أمي يعني. خلي بالك تمام. إن المتعلمين في مصر كلهم ما كانوش يطلعوا 3 مليون أصلاً على بعض. فخلي يعني الناس اللي هي بتشتغل موظفين حتى في درجة الدنيا دي طبقة أحسن، يعني أكيد تقدر أكيد. تفتح بيت، أنت لدرجة بتتكلم. إن هو أبوه اتجوز تاني وكان عنده ولاد تانيين، يعني المسألة ما هياش ما مش انه كانش واحد فقير. يعني واحد مستور، يعني ما هوش بيشحت في الشوارع ولا حاجه. لا لا، صحيح، ده في فخلي حد اسمه بالك 18. ان يعني كان وضعه يعني ممكن يبقى احسن من خريج جامعه النهارده مثلا. صحيح صحيح. بس بصرف النظر عن القصه دي، انا يعني الطريقه دي في محاكمه الامور انا عندي عليها تحفظات قويه يعني كمؤرخ. يعني بصي، يعني نفترض ان دول عصابه، اللي هو الكلام اللي بيتقال انه ده اصل هم كانوا جعانين وعايزين ياكلوا والكلام الفاضي ده. اصلا هم ما كانوش جعانين لانهم ما كانوا ضباط في الجيش، فكانوا بياخدوا مرتبات كويسه بصرف النظر عن عيلتهم كانت فين. كويس. ثانيا، هم جعانين وعصابه. اوكي، ليه الانقلاب نجح وليه استمر وليه قدر ياسس نظام؟ كل ده لا يجاوب عليه ان احنا عندنا شويه جعانين، البلد طول عمرها مليانه جعانين. ايه اللي بيخلي ان في ناس تقدر تاسس نظام او لا؟ اما لو اتنقلنا للسؤال يعني اللي هو بتاع اصل الناس دي، لا، الناس دي كانت وطنيين. فالمشكله اللي هنا جايه منين؟ ان الناس مش مدركه ان في الفتره دي كان في تيار وطني سلطوي قوي. يعني الوفد، هو الوفد وقبله مثلا حزب الامه بتاع احمد لطفي السيد وغيره، دول كان عندهم تصور وطني ديمقراطي، بس حتى حزب الأمة ما كانش ديمقراطي أو ارستقراطي أكتر، لكن حزب الوفد كان حزب وطني وديمقراطي. يعني إيه وطني وديمقراطي؟ يعني بيقول إن المطالب الوطنية في طرد الإنجليز والتقدم والنهضة تتم بالوسائل الديمقراطية، إن الناس تنتخب حزب الوفد وإن حزب الوفد يحكم فبالأغلبية الشعبية الرهيبة بتاعته، وبالتالي هيحقق الحاجات دي، وهو المدافع الصلب عن الحاجات دي لأنه بيمثل الشعب كله. فدي كانت النظرية الوطنية الديمقراطية، ودي كانت موجودة. مع تراجع شعبية حزب الوفد وظهور اتجاهات جديدة، بقى في عندنا تصور وطني سلطوي، هتلاقيه عند اتجاهات كتير جدا، هتلاقيه عند مصر للفتاح، هتلاقيه عند حتى الحزب الوطني القديم بتاع مصطفى كامل اللي هو كان عنده قدر من دون، بس زاد في الفترة اللي هي بقى الوفد فيها هو اللي يقود الحركة الوطنية، وهو تهمش الحزب الوطني فضل موجود بس كان هامشي، وابنه مصر الفتاة، لأن مصر الفتاة إلى حد ما ابن الحزب الوطني. التيار بتاع الإخوان المسلمين طبعا سلطوي، التيارات الشيوعية جزء منها ديمقراطي بيأيد الوفد وجزء منها سلطوي،
فاحنا عندنا تيار وطني سلطوي كان بيقول ببساطه، ومتاثرا بقى بالتجربه بتاعت هتلر وموسوليني لما نهضوا، مش في هزيمتهم في الحرب او دخولهم الحرب، لكن في الفتره السابقه على اندلاع الحرب العالميه الاولى، لما نهضوا نهضه اقتصاديه كبيره بايطاليا والمانيا، خصوصا المانيا بعد ما كانت شبه محطمه بعد الحرب العالميه الاولى. فكان ده نموذج بينظروا له، او اتاتورك في تركيا وهكذا. فكان في تيار، ولو تشوفي مثلا ايه جمال وانور، دي اسامي بتاعت قاده كبار من قاده تركيا قبل واثناء الحرب العالميه الاولى، اللي هم جمال باشا ومدحت باشا وانور باشا، القاده الكبار بتوع الاتحاد الترقي اللي هم عزلوا السلطان عبد الحميد الثاني، وكانوا هم اللي بيحكموا، هم اللي قادوا تركيا في الدولة العثمانية في الحرب يعني. فكان في تيار وطني سلطوي قوي بيقول بالعكس بقى، بيقول إن مستقبل هذا البلد يكون بالقضاء على الخلافات الحزبية اللي بتقسم الشعب، واللي الإنجليز بيتلاعبوا بيها ويتحالفوا مع دول شوية ومع دول شوية، وشوية تقول يضغطوا عشان الوفد يرجع، وشوية يضغطوا عشان يمشوا الوفد على الملك يعني. وانه بالتالي انه لا، احنا عايزين البلد كلها تمشي ككتله واحده ورا صوت واحد، ودي الطريقه اللي هتحقق لنا الاستقلال التام، الانجليز يطلعوا من قاعده قناه السويس اللي متبقيين فيها، وهتحقق لنا النهضه والتقدم وكل الكلام ده. الضباط الاحرار بعضهم كان مثقف الى حد ما زي عبد الناصر، ولكن طبعا هم مش مفكرين، مش هم اللي انتجوا الفكره دي، الفكره كانت موجوده ومتداوله وليها جمهور واسع. ودي من وعلشان كده في قوة أيدت الانقلاب لما حصل. ما كانش الفكرة إنه دول ناس جم من العدم بفكرة جديدة اخترعوها من دماغهم. طبعا في تأثير تاني اللي هو التأثير السوري. في سنة 49 لما قبل ما يتأسس تنظيم الضباط الأحرار، حصلت 3 انقلابات عسكرية ورا بعض في سنة واحدة في سوريا، سوريا وأزاحوا بقى طبقة البشوات اللي كانت موجودة وقتها، طبقة الأعيان مش البشوات، طبقة الأعيان كبار الملاك اللي كانت بتحكم برضه زي ما كان الوضع في مصر، كل البشوات كانوا بيحكموا. فأزاحوا طبقة الأعيان بالتدريج، قللوها، وخصوصا الانقلاب الأخير بتاع أديب الشيشكلي اللي رفع بقى شعارات العروبة وإعادة توزيع الثروة والإصلاح الزراعي وكل الكلام ده. ده يعني الانقلاب نقدر على نقول ان القوافي. ده انقلاب عسكري برضو، اللي هو الثالث سنة 49 اللي استمر يحكم لحد 54، ده الوحيد اللي استمر. التانيين قعدوا شهور، لان هم كلهم ال3 انقلابات في سنة واحدة. فالثالث بس هو اللي استمر، قعد 5 سنين يعني لحد 54، يعني لحقوا انقلاب والطلب الضباط عليه الأحرار. بعدها شكر قواتلي. بعد كده بعد كده حصلت ثوره كبيره في سوريا، قعدت تتجمع لحد ما وانضمت لها وقطاعات في الجيش وبتاع، فرجع بقى الحكم المدني مره اخرى. فكان في نموذج موجود في سوريا اللي هو النموذج بتاع اديب الشيشكلي، ده اكيد لعب دور في تشجيعهم على الفكره، بالاضافه ان هم كانوا جزء من القطاع الساخط على فساد النظام اللي موجود وانعدام العداله وعجز النظام عن انه يجري اي اصلاح. يعني حتى في قطاعات من الطبقه الحاكمه نفسها اقترحت اصلاحات زراعيه خفيفه جدا، يعني انه اللي معاه ملكيه معاه ملكيه بس في التوريث يحصل مش عارف ايه، ما حدش يشتري اكتر من اللي موجود، لازم يتعمل حد اقصى للملكيه 500 فدان مش عارف، حاجات من النوع ده. ومع ذلك حتى ده ما عداش في البرلمان. فكل يعني عوامل كتير، ما نقدرش نقول خالص ان اصل كان في مجموعه اشرار، لا، هم كانوا ناس وطنيين، كانوا أنا شايفين سؤالي كان استفهامي، أنا جايين سؤالي من كان تيار استفهامي. الوطنية السلطوية، اللي هو تيار كان موجود ومتجذر في التربة المصرية. تمام، والدليل على كده ثورة 19 سعد زغلول، سعد فالدنيا زغلول ده كلها التيار الوطنية الديمقراطية مش تمام. السلطوية، لكن ده التيار الجديد اللي نشأ من رحم تحطم النظام القديم أو تراجعه قديم التدريجي. فابتدى يبقى في تيار قوي موجود في مصر، تيار وطني سلطوي ضد التيار الوطني الديمقراطي، لكن الاثنين تيارات وطنية. هو يمكن برضو نشأ على لأنه آن أوان كانت ابتدت فعلا الأسرة العلوية تتحلل، نظامها يتحلل ويتآكل، فآن الأوان إنه يظهر حاجة جديدة من وسط ده. بس أنا بس عايزة أقول حاجة يا أستاذ، أنا كان سؤالي استفهامي مش استنكار، مش خبيث.
انا ما انا ما فاهم، بس انت بتنقلي قول فكره اللي هي ليها علاقه ان هو الحكم في الموضوع دي ناس كويسه ولا وحشه، مش هي حلو القصه، مش قوي. كده القصه، لا ان مش في قصدي تيار كده. قدر يشيلهم، هم ابنائه وشادوه جروه وحلوا محله في نفس الوقت، يعني واخده بالك؟ لان هم لما حلوا محل ده، حتى القوى الوطنيه السلطويه زي مصر الفتاه والاخوان وقطاع من الشيوعيين اللي كان عنده وجهه نظر سلطويه، كل ده تم حظره بعد كده، فهم ابناء التيار ده، وهم في نفس الوقت لغوه من ضمن ما لغوه، يعني لما طبقوا الفكره السلطويه كان لازم كمان يلغوا حتى الاحزاب السلطويه، لانه او كما يقال لا تحنف بعد النبوه، مش كلكم عايزين نظام سلطوي والبلد كلها تمشي قياده واحده، قياده الواحده جت تروح بقى انت وهو، يلا. طيب ليه انا رحت للحته دي يا استاذ؟ لان فيما بعد الفساد اللي حصل وهم نفسهم عملوا حمله تطهير من داخلهم، انا قريت كلام انه كانوا بيهادوا من قله وعي، يعني ده على حسب الكاتب، من قله وعيهم بالثروات اللي بيهادوا بيها، كانوا بيهادوا الضباط او في السفاره المصريه في روسيا، بيهادوا الضباط أو بيبادلوا الهدايا، سجاد عجمي ومجوهرات أو فضيات من القصور العلوية بسيجار كوبي أو سيجار أو ويسكي روسي. فهمتني؟ فهنا كانت دي، يمكن دي التيار المعادية للفترة الناصرية زي ما بيسموه. ما أعرفش، ممكن يكونوا، لأن زي ما أنت عارف لكل نظام درويش ولكل بيقدروا. نظام أعداء. بالظبط بالظبط. فانا وناس بقى قصاد الكلام ده بتقول ان لغايه النهارده في صفحات على الفيسبوك مثلا، وتخيل انه التكنولوجيا استخدمت في ذلك، انه يروجوا لقد كده حكم. ده في ناس راحت للمطالبه باسترجاع الامير محمد علي ابن الملك فاروق، انه تعالى خد حكم مصر، انت لغايه دلوقتي الحاكم الشرعي لمصر. ف هو ابن فاروق متهيألي ما اسموش محمد علي، اسمه أحمد فؤاد. لا، اسمه الأمير محمد علي أفتكر، الأمير محمد، لا وأحمد أظن حاجة أحمد مش فؤاد، ما علينا، مش مهم أيا كان اسمه يعني. المهم. فطبعا ضرب من الخيال، يعني اللي عايزة أقوله لك إنه في ناس بتقول الكلام ده عليهم، وبعدين الفترة بتاعتهم يا أستاذ ما كانتش وردية ولا حاجة. ثم هاجي لك، هرجع في حتة كده، حكومة الوفد كانت ناقمة على حكومة إسماعيل صدقي، لأن هي ما وصلتش الأمير أحمد فؤاد، صح يا أستاذ إسلام؟ أنا اللي كنت غلط، الأستاذ مفيش إسلام صح. مشكلة. حكومة الوفد كانت ناقمة جدا على حكومة إسماعيل صدقي، وبتقول أنت ما عملت لناش اللي هي بتقلل جدا من منجزاته، وكانت طريقتك في مطالبة حقنا بالجلاء الإنجليز، عايز أقول لك إيه، مش كفايه. انت كنت نبرتك كانت هاديه. لما جت حكومه الوفد والغت العمل بمعاهده مصطفى النحاس سنه 36، معاهده 36، يعني احنا اعدنا العده، عارف انت، اعدنا لكل شيء. طب يلا قولوا لنا خطه الطريق، هنعمل ايه؟ ايه الحاجات اللي هتيجي بعد كده؟ طب انتوا لغيتوها، طب بريطانيا هتسكت، طب مش عارفه ايه، اتفقوا على ايه، وصلنا لايه؟ مفيش. راحوا من هنا، قلت لك راحوا المصيف، اتنقلت الحكومه لاسكندريه وما قالوش للناس هيعملوا ايه. القاعده العريضه من الشعب او من الناس اللي كانت منتظره هتتصرف ازاي بعد كده، وابتدى الفدائيين يتصرفوا من نفسهم، يهاجموا سكنات الانجليز في مدن القناه وما اعرفش ايه. لما جه الضباط الاحرار قارن، يعني عايز اقول لك سقف توقعات الناس من حكومه الوفد ما وصلولهاش، ما كانوش بيطالبوا بحاجات قوية. فاهمني؟ ده بالعكس، هم بس رفضوا انه ما يكونش فيه تواجد في وقت السلم او تواجد حقيقي، وقال لك احنا ماشي نعمل قوة دفاع مشتركة في وقت الحرب، لكن مش عايزين حد منكم هنا في وقت السلم، مش عايزين تواجد للانجليز. بعد ما كانوا وافقوا رجعوا رفضوا تاني الانجليز، وكان في تراخي من ناحية الوفد. لما جه الضباط الاحرار
في حاجات تنازلوا عنها، مثلا حكم السودان تنازلوا عنها، دي حاجه بتشاع عن عبد الناصر ان هو تنازل في سبيل الحصول على مجد شخصي، ان انا اللي ماضي معاهده الجلاء، جلاء الانجليز، استغنى عن السودان. في ناس بتقول الكلام ده، مدى صحته من عدمها احب اعرفه من حضرتك يا استاذ شريف، اتفضل. الصراحة بصي، يعني هو في برضه هرجع لنقطة اللي قلتها قبل كده، المناقشة بتاعت الشخصيات دي، اختزال التاريخ في الشخصيات، كما لو كان ما فيش حاجة، كان في واحد اسمه عبد الناصر بيعمل اللي هو عايزه، وكان في واحد اسمه مالك فاروق بيعمل اللي هو عايزه، ولا واحد اسمه اسماعيل صدق بيعمل اللي هو عايزه، أو النحاس، أو كل حد في السلطة هو نفسه خاضع لضغوط. مفيش حاجة اسمها حاكم حر. حاكم حر ازاي؟ يعني مفيش حاكم حر يعمل اللي هو عايزه. الحاكم في النهاية عنده، لو عمل كذا هيترتب عليه كذا، وكذا يؤدي إلى كذا، وده هيقوي موقف كذا أو يضعف موقف كذا. مفيش حد بيبقى حر لهذه الدرجة. مثلا في موضوع اللي هو حضرتك كررتيه تاني، بتاع راحوا ليصيفوا، لا هو ده كان نظام موجود ملوش علاقة بظهور حكومة الوفد. نظام كانت الحكومة بتنتقل في الشهور ده، تحكم من اسكندرية والملك بيروح اسكندرية وهكذا، مش ان الحكومة بتستقيل او بتاخد اجازة في فترة الصيف. وده ما لا بتدعو الوفد ولا بتدعو، ده نظام كان موجود بقاله فترة طويلة جدا، يعني سابقة على حكومة الوفد الأخيرة، مش حاجة ابتدعها الوفد وقال لك يلا بينا نسافر اسكندرية لما ما فيش حاجة مهمة بتحصل. المسألة مش كده خالص. لما نيجي مثلا نتكلم عن السودان، السودان الإنجليز أحرجوا الوفد المصري، قالوا له إحنا عايزين، أنتوا بأي حق هتحكموا السودان؟ يعني بحق استعماري، أصل بتاعتنا، أصل حكمة، أصل فتح محمد علي. طب ما هو ده منطق الإنجليز، ما إحنا فتحنا مصر. كويس، فإيه اتعمل حل الوسط اللي هو حق تقرير المصير. يعني مش ان مصر قدمت تنازل للسودان للانجليز، ان هي خدوا انتوا السودان ماشي بس سيبونا في حالنا، انما اتعمل ان السودانيين حقهم يقرروا مصيرهم، ومش يقرروا مصيرهم يقعدوا مع انجلترا ولا مصر، لا يستقلوا تماما ولا يقعدوا مع مصر. فطبعا يعني انا شايف ان ده يعني مساله مبدئيه، يعني شعب يقرر مصيره، والله عايزين يفضلوا جوه المملكة اللي بقت جمهورية، عايزين يفضلوا في الجمهورية المصرية يفضلوا في الجمهورية المصرية، عايزين يمشوا يمشوا. والمسألة كان فيها مشاكل كتيرة، لأن كان في تيار سوداني كبير ضد البقاء ضمن الدولة المصرية، وفي تيار سوداني كبير مع البقاء في الدولة المصرية. والضباط الأحرار لما حاولوا يقووا التيار ده على التيار ده فشلوا في ذلك. فلما اتعمل الاستفتاء، ان السودانيين اختاروا ان هم يستقلوا بدولتهم. وما تعرفيش الكلام ده كان كويس ولا وحش، لان السودان فيها مشاكل كتير جدا، يعني السودان متعدده الاعراق والهاجات والقبائل، وفيها طابع قبلي قوي، واحنا عارفين شايفين مشاكلها لحد دلوقتي عامله ازاي. غير استقلال جنوب السودان، في كمان اللي هو ما زالت مشاكل في الشرق ومشاكل في غرب السودان، يعني ما حدش يعرف ده كويس ولا وحش. بس في النهايه اللي حصل هو استفتاء لحق تقرير المصير، ما هو ما كانش عبارة عن صفقة بموجبها مصر ادت السودان لانجلترا. فمثلا فدي مسألة مهمة. مثلا الفكرة بتاعت الاصل هم كانوا بيوزعوا مش عارف هدايا ايه ومش عارف ايه والكلام ده، كان في درجات من الفساد في الصفوف الثانية والثالثة من الضباط الأحرار، ودي بعض الكتاب اللي ممكن يعني ما اقدرش انفيها بالكامل. لكن الفكرة ان هي احنا امام مسألة بسيطة جدا، اللي هي محاولة اختزال عهد بانه كان فيه فساد ما. طب ما كل عهد فيه فساد ما، وممكن ننتقد الفساد ده ونرفضه ونقول انه هو حتى جزء من النظام بسبب عدم الشفافية او غيره، ولكن في النهاية ما نقدرش نختزل اي فترة تاريخية في ان كان فيه ناس بتبدل هدايا، ولا مش عارف بتجيب بتاع، ولا بتجيب شمبانيا، ولا مش عارف بتجيب سيجار، ولا بتجيب مش عارف ايه يعني. فدي يعني هل مثلا تاريخ الاتحاد السوفيتي هو ان الناس كانت تنساها في بناطيل الجنس والحمد لله حصلت عليها لما سقط نظام الاتحاد السوفيتي؟ طبعا يعني
يعني انا اعتقد ان الطرق دي هي طرق شعبويه، يعني لمخاطبه الناس اللي ما عندهاش استعداد انها تفهم التاريخ بشكل كويس. هي عايزه ايه؟ عايزه حاجه تصدر بيها حكم وتخلص نفسها، يعني سريع سريع كده. فلكن ده مش طريقه لمناقشه عصر او تيار او مذهب الى اخره. طيب جميل، احنا تقريبا ناقشنا شوية الأصول، نشأت ازاي وكانت ايه الإرهاصات بتاعت ظهور هذه او القيام بهذه الثورة. تعال نتكلم في السياسات، هل سياساتها، سياسات هذه الحركة او الثورة، الثورة البيضاء تعتبر، كانت على المستوى المطلوب منها أو على مستوى آمال وطموحات الشعب، كل فئات الشعب، خلينا نقول لأنه حصل إصلاح زراعي وكذا، إحنا شفنا النهاردة نتيجته، نتيجة ممكن يبقى فيه حاجات كتيرة ليها تأثير عليها، بس خلينا نناقش مع حضرتك السياسات، يعني نستعرض السياسات ومردودها، هل كانت صح ولا كانت النظرة قاصرة ولا كان هو ده المتاح، يعني خلينا نشوف. تفضل. والله يعني برضو إلى حد ما المسألة في مناقشة الكلام ده في الوسط المصري إلى حد ما يعني سطحية، وإلى حد يعني سطحية وإلى حد ما مش مبنية حتى على معلومات. يعني عايز أقول لك مثلا شوية حاجات عن الإصلاح الزراعي. الإصلاح الزراعي كان بأيدوه حتى الأمريكان، يعني الأمريكان كانوا بيضغطوا على الملك علشان يعمل إصلاح زراعي قبل ما يسقط الملك، لأنهم كانوا شايفين إن التفاوت الرهيب في الثروة هيدي فرص للشيوعية إن هي تنتشر في البلد. وكان في تنظيمات شيوعية موجودة في مصر وقتها، يمكن دي الفترة الذهبية للتنظيمات الشيوعية، بعد كده عمر ما كان ليها الوزن الكبير ده. يعني كانت موجودة في أوساط عمالية وأوساط طلابية وحتى في بعض القرى والكلام ده. فكان الامريكان كان رايهم ان لازم يحصل اصلاح زراعي، ودي كانت سياسه مش واخدينها تجاه مصر بس، كانوا واخدينها في العالم كله، شايفين ان الاصلاح الزراعي خطوه تقدميه هتهدي الريف وتقلل الفوارق الاجتماعيه وتسمح بتنميه افضل، ما يبقاش كل الثروه الزراعيه في الاخر بتروح لمجموعه قليله من الناس بتنفقها على مزاجها الخاص مش في تطوير الاقتصاد، يعني غير بس ان ثمن يعني المضاربه على الارض بترفع سعر الارض، لكن ما فيش حاجه اكتر من كده. فالنتيجه في ده كان اتجاه عام في العالم وقتها. ولو رجعت للكتاب مثلا بتاع هيلين الريفيلين اللي كان عن مثلا الفتره بتاعت محمد علي وما بعدها، يعني في ريكومنديشنز بان يبقى فيه نوع من الاصلاح الزراعي. فالاصلاح الزراعي ما كانش محل خلاف الا من الطبقه اللي هي الاصلاح الزراعي ضدها. ثانيا الاصلاح الزراعي ده كان متواضع، يعني هم قالوا 200 فدان للفرد وبالاضافه ل 100 لاسرته القُصر لاولاده القُصر، ودي حاجه كبيره جدا. نتيجه الكلام ده ان الاصلاح الزراعي مس حوالي 6%، الاصلاح الزراعي الاول ده مس حوالي 6% من مساحه الارض الزراعيه او اكثر قليلا. فلكي أن تتخيلي يعني، لأن مش كل القرى كانت بتاعة البشوات، في قرى ما مساش الإصلاح الزراعي خالص كتيرة يعني. فالإصلاح الزراعي ما كانش جذري، يعني ما قالش مثلا الحد الأقصى للمتياز الزراعي 20 فدان، which is على فكرة ده حصل. عايز أقول لك إن في كوريا واليابان تحت الاحتلال الأمريكي مع الحرب العالمية الثانية اتعمل إصلاح زراعي جذري يصل إلى أقل من 20 فدان كمان تحت أمريكا، مش روسيا ولا الشيوعية ولا الكلام ده خالص. فالإصلاح الزراعي اللي عملوه الضباط كان متواضع في الحقيقة، يعني إذا كان يؤخذ عليه شيء فهو إنه متواضع، وبالتالي ترك قيادة الريف لمتوسطي الملاك بدل ما كان في إيد البشوات. دي المسألة، ده التحول الاجتماعي اللي حصل باختصار. لا حصل لا مساواة ولا حصل إنه الفلاح اتحرر ولا الكلام ده خالص. الفلاح اللي كان في العزب الكبيرة اتحرر، بس تولى القيادة في الريف هو متوسط الملاك والناس اللي عرفوا يعربوا أراضي وبتاع ويملكوا أكتر من الحد القانوني بوسائل مختلفة، ودول اتصفوا في 66.
وبعد كده اتعمل اصلاح زراعي الثاني والثالث. الثالث ما تنفذش قوي، اللي هو كان 69 او 68، اللي هو بتاع 50 فدان، ما تنفذش الا على مدى طويل قوي يعني. فده ده الوضع. فمثلا لو اتكلمنا عن سياسه الاصلاح الزراعي، بيتقال مثلا عنها ان هي فتتت الارض. هي فعلا فتتت الارض، بس الميل لتفتيت الارض كان موجود من قبل كده لان كان في برضه صغار ملاك واراضيهم كانت بتتفتت. ف مش شايف يا استاذ استاذ شريف، مش شايف ان دي مغالطه وانت ايضا؟ يعني مش بس هم اللي اللي هي كانوا غلط، اللي هم كان اللي قبلهم كمان كانوا غلط، يعني ما هو برضو ما لا ده ميل موجود يعني. انا عايز اقول مش ان هو انت ايضا يعني، ان الملك كان مسؤول والملك ماله، ده كان النظام الوضع الطبيعي ان الارض بتتورث فبتتقسم. مش ان انا بقول كذا يعني، انا بقول ان الظاهره نفسها مش جديده، لكن طبعا تزايدت في الفتره المصريه، لكن ما هيش انت ايضا. احنا بنتكلم عن مزايا وبتاع الى حد كبير. لو احنا بنتكلم عن مستقبل مصر على بعضه على المدى الطويل، هو طبعا استفاد من الاصلاحات الزراعيه عموما، حتى لو قلنا عنها انها محدوده. ليه؟ لانه في النهايه انت الغرض النهائي من كل ده ايه؟ ان انت في النهايه توصلي للوضع بتاع الدول المتقدمه، ان عدد السكان الريفي بقى قليل، بيزرعوا الاراضي دي بتكنولوجيا حديثه، فمش محتاجين عدد ضخم من الفلاحين يزرعها. سكان المدن والصناعه والتجاره يزيدوا، نسبتهم تزيد من السكان، وانه كل الناس تبقى متعلمه، ونبقى الناس كلها عايزه تقول انجلترا وفرنسا ومش عارف والمانيا وايطاليا، وعايزين نبقى زي الناس دول. طيب ماشي، مش هيبقى عند الناس زي الناس دول وانت عندك نظام لتركز ملكيه زراعيه استثنائي في بشاعته. يعني هو صحيح ما كانش زي ايام خديوي اسماعيل، يعني خديوي اسماعيل كان يملك هو واسرته واتباعه حوالي خمس الارض الزراعيه المصريه، ده ما كانش حاصل ايام 23 يوليو، لكن كان في درجه محترمه من تركز الملكيه. مش فاكر الاحصائيه قوي، انا قريت التاريخ الاقتصادي زمان يعني. لكن كان في درجه محترمه من تركز الملكيه، وبالتالي احنا ما نقدرش نتكلم ان ينفع اصلا اي تقدم من غير اصلاح زراعي. وانا تقديري الشخصي، لو انت رايي الشخصي، ان الاصلاح الزراعي كان متواضع مش انه كان عنيف. وده بصرف النظر خاصة عن نقص من الرأسمالية، ممكن البلد تتطور رأسماليا وكل حاجة. الإصلاح الزراعي مش ضد الرأسمالية، الإصلاح الزراعي بينقل تركز الثروة من الزراعة للصناعة، أو من علشان يحصل تقدم في البلد كلها، لأن الصناعة هي اللي بتقود العالم الحديث، حتى بتقود الزراعة يعني، هي اللي بتعمل الجرار وبتعمل أدوات الزراعة الحديثة، بتعمل السماد إلى آخره، بتعمل تبطين الترع اللي بيعمله الرئيس السيسي دلوقتي كده، كل دي حاجات جاية من الصناعة، هي اللي بتقود، هي اللي بتدخل الكهرباء إلى آخره يعني. طيب انت فتحت شهيتي لحتت كتير قوي يا استاذ شريف. النهارده بنحكم على نجاح الظاهره او الحركه من ايه؟ مش من استدامتها او اتيان اكلها على المدى البعيد. يعني مثلا الثوره الفرنسيه حتى الان يعني وصلت الشعب الفرنسي لمنطقه معقوله جدا، كويسه جدا. هل ثورة 23 يوليو آتت أكلها النهاردة؟ يعني تعال نقول الثورة الزراعية أو التفتيت تفتيت الملكية الزراعية، هل فاد مصر النهاردة؟ مش عارفة. الصناعة، أيوة الفترة دي هاجي لك على كلهم عشان أديك وقتك خالص تتكلم زي ما ماشي تحب. ماشي خلاص، انا ساكت اهو. النهاردة حضرتك تتكلم زي وقت ما تحب طبعا. انا لا 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 لا، عشان اسمع السؤال كله، انت عندك حق. طيب النهارده نرفع القبعه للرئيس جمال عبد الناصر، في فترته اهتم جدا بالصناعه وكان عندنا صروح صناعيه كبيره، صناعه الحديد والصلب، منطقه الصعيد تم تطوير كبير جدا فيها، مصانع السكر، مصانع الالومنيوم في نجع حمادي، كل الكلام ده، الحديد اسمه ساهم برضو في تطوير الغزل والنسيج في المحله الكبرى لما بناها قبل منه طلعت حرب. كل الكلام الرائع والجميل ده حصل في عهد الضباط الاحرار وعلى راسهم جمال عبد الناصر. النهارده احنا بنشوف تصفيه لهذه الصروح، صح؟ بعدها
اين اكل هذه؟ احنا وصلنا اللي احنا اخترعنا، عملنا صنعنا سيارة نصر، انت متخيل؟ نصر رمسيس، لا او رمسي. صناعة رمسيس اللي هي بتكح دي، لكن هاي السيارة نصر دي كنا بنجمعها، بس هي فيها، هي فيها بس مسمينها نصر، كنا طيب بنجمعها مش بنصنعها، لكن حلوة. بنصنع منها أجزاء مثلا البودي مش عارف حاجات كده يعني. طيب أنا شملت لك أهو ما فعله من يعني حاجات رائعة وأكثر من رائعة. محمد علي عمل نظام الاحتكار ودخل زراعات كتيرة لمصر، وعمل جيش، وعمل وعمل صنع مصر الحديثة، جاهد ضباط الأحرار، عملوا نهضة صناعية غير عادية، عملوا مصر الزراعية ومصر الصناعية. كانت الهدف والصورة كانت وقتها كده، فدادين، خمس فدادين، مصانع وعمال وصناعة وعارف انت الفلاح شايل فأسه وماشي يغني، الصنايعي شايل المفتاح الانجليزي وماشي بيغني بيه، البلوريتاريا، الكلام الرائع والجميل ده. هل النهارده الكلام ده على أرض الواقع، خليني أقول لك حاجة كده على المصطبة، بيأكل عيش؟ ما هو احنا لازم نبقى فاهمين يعني، او انا رأيي يعني، مش احنا لازم نبقى فاهمين، انا فاهم ان التاريخ بيمر بمراحل. طبعا من المؤكد ان في الاخر التجربة الناصرية مش ه... او الفترة الناصرية احنا مش هنحكم عليه، مش هنبقى ملكيين اكتر من الملك يعني. الفترة الناصرية نفسها بمعاييرها الشخصية أصابتها جوانب فشل كبيرة، منها مثلا هزيمة 67، يعني بدل ما أنت الناس بتقول لك روح حرر فلسطين، أنت بقت مشكلتك تحرر سيناء. مثلا الخطة الخمسية اللي اتعملت جت في آخر سنة وكانت تراجعت، معدل الإنجاز فيها كان عالي جدا في قطاع الخدمات، لكن كان أقل في قطاع الزراعة والصناعة عن المستهدف، يعني مش عالي في الخدمات من وجهة نظري يعني، انا من وجهة نظر الخطة يعني. الخطة نفسها حققت 135% على ما اذكر في الخدمات، وحققت 55% في الزراعة ومش عارف وكام في الصناعة، يعني ما حققتش المستهدف منها في القطاعات الأكثر أهمية. فالتخطيط لما ابتدت الناس تشتكي سنة 6 في عيوب في النظام السياسي وقفت نهضته الاقتصاديه، زي مثلا ان لما الناس ابتدت تشتكي جامد سنه 66 من ابتدت الاسعار ترتفع. طبعا لو اتكلمنا عن اسعار وقتها هنيجي دلوقتي نضحك عليها، لانها بفلوس النهارده دي تعتبر مش فلوس اساسا يعني، او مش اسعار. لكن بمعايير وقتها الناس كانت بتقبض يعني 11 جنيه و6 جنيه و15 جنيه والكلام ده، فكان الاسعار غليت فالناس ابتدت تزمزم. فكان رد فعل الدولة ان هي او ان هم اختاروا في الاخر يعني، زكريا محي الدين كان عايز يعمل تقشف عشان يكبر الصناعة، فاعتبروه ده رأس مالي ومش عارف ايه والكلام ده، واتشال تحت الضغط استجابة للضغوط الشعبية، واتعمل النظام الثاني انه لا ماشي نزود الاستهلاك على حساب الانتاج، يعني اموال الدولة تروح لدعم مزيد من دعم الاستهلاك وتعيين الناس والكلام ده على حساب التنمية. ففي مشاكل حقيقية جاية من انه الدولة بتعمل يعني طبيعة توازناتها ما بتسمحلاش بان هي تعمل قفزة جبارة في الاقتصاد، رغم انها عملت قفزة من المؤكد يعني، محدش يقدر ينكر الصناعة الثقيلة وما الى ذلك، ومحاولة ادخال يعني تكنولوجيا ولو على خفيف التكنولوجيا النووية في مفاعل انشاص حاجة الى اخره يعني، من الحاجات دي محاولة تطوير ورش ممكن تصنع آلات، محاولة تصميم طيارة بالاشتراك مع الهند بس المشروع ما كملش، لكن كان في مشاكل حقيقية جوه السيستم ده من حيث التنمية بسبب تركيبته السياسية، علاقته بالناس وطبيعة النظام نفسه انه قايم على التوازنات. ومن ناحية تانية طبعا المشكلة بتاعت انه يعني مراكز القوة اللي كانت موجودة فيه، اللي كان احد نتائجها مثلا حرب ان اداء الجيش والمخابرات في حرب 67 ما كانش متصور، وكمان
قرار عبد الناصر بإغلاق مضيق تيران علشان الإذلال اللي كانوا بيذلوه له العرب في الإذاعات، إن أنت سايب الإسرائيليين يعدوا قصادك ومش عارف إيه. هو طبعًا كان سايب الإسرائيليين يعدوا قصاده لأن ده كان جزء من الاتفاق مع أمريكا لسحاب إسرائيل بعد حرب 56 من سيناء، لأن الإنجليز والفرنسيين سحبوا وفضلوا الإسرائيليين في سيناء. فأمريكا توسطت وكانت هي أصلًا وقفت مع مصر ضد إنجلترا وفرنسا في الحرب دي، فإنه مقابل هذا الانسحاب هتتحط قوات الضوارئ الدولية وهيسمح بعبور الملاحة الإسرائيلية في عبر مضيق العقبة عشان يوصل لميناء إيلات بتاعهم. وتحت ضغط تحت الضغوط، وعبد الناصر حسب حسبة غلط إن الموضوع مش هيوصل لحرب، وخد قرار اللي هو ودى البلد في داهية في وقت الجيش كان تلته موجود في اليمن بيحارب حرب تانية يعني. طبعا كان ما يكونوش بعتين ناس اي كلام لان دي كانت حرب فعلية شغالة. فيعني الى حد ما لا، في كوارث ترتبط على الموضوع ده، لكن ما نقدرش نقول ان هما ما عملوش حاجة او ان اللي عملوه ده ما اضافش، انما كانت هي ضربة موجعة جدا حرب 67 اللي ادت الى انه ابتدى بقى علشان نسترد الارض عشان ندخل حرب اصلا ضد اسرائيل في ظل التفوق الاسرائيلي العسكري. كان لازم بقى ان يتم اهمال المجاري والميه والمواصلات والحاجات دي عشان توجه الحاجات لمخزون ومش عارف ايه والمجهود العسكري والكلام ده كله. فنتيجه فعشان كده كانت دي فتره المعاناه، يعني الناس اللي هي حضرت الثمانينات والسبعينات وشافت الخراب اللي حصل في البنية التحتية المصرية بسبب توجيه كل ما يمكن توجيهه للمجهود العسكري، لأن في عندك أرض محتلة وده إجراء صحيح ولكن ترتب عليه معاناة وهو نفسه نتيجة الهزيمة. ف في الآخر اللي أنا عايز أقوله يعني إن كلا من مزايا، يعني الناس دايما بتقسم حد يقول لك له مزايا وله عيوب، له انجازات وله كوارث ومش عارف ايه، او زي بيت الشعر اللي بيقول عظيم المجد والاخفاق، حاجه زي كده يعني. عظيم في الاثنين يعني، اخفاقات عظيمه وامجاد عظيمه. وطبعا رفع اسم مصر في العالم والكلام ده كله، ومصر اثبتت انها دوله مستقله فعلا مش على الورق بس الى اخره. في الاخر كل الكلام ده لازم يبقى فاهمين له علاقه بطبيعه النظام، يعني طبيعه النظام هي اللي طلعت المزايا وهي طلعت العيوب. الاثنين ابناء نفس التركيبه، ما هياش انه يعني مش زي ما بننقي طماطم في السوق فنقدر نفصل المضروبه عن السليمه يعني. لا احنا في الحقيقه احنا عندنا لازم نبقى فاهمين ان هو دي الحكم الوطني السلطوي اللي قلنا عليه على خلاف الحكم الوطني الديمقراطي بالطريقة اللي هي جه بيها الضباط الأحرار السلطة، كانت أنتجت الاثنين، أنتجت معدلات النمو وأنتجت في نفس الوقت توقفها لاحقا أو تراجعها لاحقا، وأنتجت القيام بخطوات جريئة يعني القدرة على الضغط على الإنجليز عشان ينسحبوا، وخطوة جريئة زي تأميم قناة السويس وإدارة الصراع السياسي كويس بحيث إن هو ينتهي لصالح مصر، وفي نفس الوقت زي ما سياسة حافة الهوية نفعت في 56 فشلت في 67 وأدت إلى كوارث. ف يعني تجميع الشعب ورا جبهة واحدة كان له المزايا والعيوب، الاثنين جايين من نفس النقطة يعني، واخدة بالك؟ ما هياش منفصلة عن بعضيها. أنا شايفة ده كان جاي من كان اصطفاف عاطفي يعني. بس خليني أروح لحتة كده يا أستاذ دكتور شريف، زي ما أيمن بيه عجمي لازم أقول يا دكتور شريف، أكيد دكتور شريف. لا لا ليه؟ لا احنا ماشيين كويس، خليكي زي ما انت. المفروض ان الكلام يبقى مقنع بنفسه، مش بانه وراه لقب. أكيد يعني أكيد طبعا، أنا بدي على اللقب بهزر. مش يعني يعني بالعكس، ده نوع من الارهاب للقارئ. وبص انا دكتور، اياك تفتح بقك. أكيد. لا فخلينا زي ما احنا. طيب، من ضمن بالداخل هذا السؤال، هل آتى نظام الضباط الأحرار أكله أم لا؟ هروح لك في حتة، هل كان الوقت الظروف تسمح هذا التوسع الغير عادي في أفريقيا؟
امتداد النفوذ لغايه الكونغو واتبرع للدول دي واقف معاهم في حركات التحرر واعمل مش عارف ايه، اروح اليمن اعمل اودي، كنت عامل حسابي هودي 15,000 جندي وصلوا ل 200,000 في الاخر، ومين واعداد الموت قد كده. الارض ارض اليمن حضرتك احنا اتعلمنا الدرس، ما تحاربش حد ما عندوش حاجة يخسرها، منطقة الدفن فيها مفقود. فإنك بص، أنا من وأنا في سن المراهقة كنت أسمع خالي وأبويا والناس عمالين يتكلموا، وعبد أبويا كان ناصري، اللي هو اغلط في هيطردك من البيت، قول ايوه كلمة أقسم طبعا بالله العظيم إن بابا قال لي والله ما هتقعد، يلا خدي ابنك وروحي يا بابا، طب بس استنى، لا امشي، ازاي تجيبي ما سيره عبد الناصر بهذا الشكل؟ حاجات ما فيهاش فيها فصال دي. لا لا لا، عبد الناصر ايه ده؟ والله العظيم. المهم، ف الراجل ده ودانا حتت، ودانا حتت إيه، كنت دايما اقول لهم ايه، بس دي في الحديث الخاص لان هطرد، عامل فيها كبير عيله، كان جدي كان عامل كده، اللي هو يا فلان والله لا مش عارفه ايه، والله لا تتفضل، واعمل والصوت العالي الجهوري، وعارف انت يتحط في حتت ويتغرم فلوس لان انا اللي ضمنت فلان، ويعمل مش عارفه ايه، يا جدو يا جدو ارحمنا، يا لا ما فيش الكلام ده، كبير العيله كبير المنطقه. حلو كده، عبد الناصر عمل كده. هل انت كنت شايف بلدك في هذا الوقت؟ انت متصور ان انت، انا عملت نهضة صناعية، انا عملت زراعة مش عارفة ايه، انا عملت كذا، انت جاهز؟ هل الطفرات اللي انت عملتها طفرات حقيقية تديك هذه الدفعة للانطلاق نحو الجنوب في افريقيا ومش عارفة، ونحو مش عارفة فين في اليمن، وتعمل ايه، وسنرمي اسرائيل؟ انت فتحت على نفسك 6,000 جبهة، وانت اوريدي كنت بتستخدم الموارد الباقية او الموجودة لديك من الحقبة السابقة، تمام، ما دخلتش حاجة الخزنة، خزنة مصر ما دخلهاش من تعب وشقى فترة الضباط الأحرار اللي يسمح له بهذا التمدد الغريب. الكلام ده كلام شعباوي ولا كلام حق المواطن المصري يقوله؟ انا كنت بحبك، انت ليه ما عملتليش، انت ليه بهدلتني وبعتني البعتات دي كلها، وانا يا عم كنت بحبك وكنت بأمل فيك حاجات كتيرة قوي. طيب اتفضل. حاجة حاجة، أو يعني هي أنت شبكت حاجات كتير في بعض. أولا بالنسبة لليمن طبعا هي كارثة، محدش هيقول إن حرب اليمن دي إنجاز عظيم، علشان خاطر فعلا في النهاية تم الإطاحة بالنظام اليمني. في النهاية تم الثورة اليمنية، انتصرت بفعل الدعم المصري وكل الكلام ده أوكي، ولكن في النهاية كان الثمن فادح جدا وما كانش محسوب كمان. يعني هم في الآخر عشان نصحح الأرقام شوية، هم الأول بعتوا كتيبة، يعني حاجة صغيرة كده بتاع 300 ولا حاجة، يعني واخدة بالك، وصل ل 70,000. 70,000 ده مش 200,000 بس، 70,000 ده كبير. وبعدين 70,000 يعني ناس تقدر تقاتل وتوجد لهم أحسن الإمكانيات طبعا بتاعت الجيش، لأن هم رايحين حرب مش رايحين يهزروا يعني، كويس. فطبعا ده كان عبء ضخم جدا على الاقتصاد وعلى الجيش نفسه، اللي هو لاحقا في 67 كان لسه تلت الجيش موجود في اليمن. دي حاجة، بس خلي يعني حطي في حسابك حاجة تانية، إن الكوارث دي بتحصل لكل الدول. يعني مثلا روسيا راحت تدعم نظام في انقلاب برضو اتعمل في أفغانستان، ومش الموضوع كويس، وبعدين بعد كده قلب عليهم قلب سودة واتبهدلوا 10 سنين، وفي الآخر اضطروا إيه يسحبوا نفسهم ويمشوا. الأمريكان راحوا يأيدوا نظام في فيتنام عبارة عن يعني نظام يميني متخلف، وفي قدر عالي جدا من الفساد الداخلي، لدرجة انه حتى المعونات اللي بيبعتوها علشان يعني ترضي الشعب علشان يبطل ثورة ما كانتش بتوصل للشعب من كتر الفساد اللي موجود في النظام. وراحوا بعتوا تلت الجيش الامريكي كان بيحارب في فيتنام، وفي النهاية فشل فشلا ذريعا،
وانسحب بلا قيد ولا شرط، وسقطت العاصمة سايجون وهو لسه بيسحب آخر قواته. وفيتنام بقت دولة صناعية عظيمة دلوقتي، رغم أنف يعني متوسطة، لا مش عظيمة، هي مش أمريكا، لكن دولة صناعية محترمة رغم أنف الولايات المتحدة الأمريكية. هاجي فكيف لك في بتحصل النقطة دي يا الحاجات دي؟ مصطفى، لحظة بس بس أكمل معاك، أنت خليني قلتي كذا نقطة فأكمل معاها، أكمل كل الحاجات اللي أنت قلتيها. يعني هل الضباط الأحرار ما دخلوش حاجة لمصر؟ لا دخلوا، ما احنا بنتكلم عن المصانع واللي مش عارف إيه والتنمية ومعدل التنمية 6% والكلام ده كله، دي إنجازات اتعملت في فترة الضباط الأحرار، مش إن هم راحوا خدوا اللي كانوا ورثوه من هنا وراحوا صارفينه. الكلام ده بيقولوه مثلا الناس اللي هي إيه اتأممت قصورهم، وقصورهم دي بقت مدارس أو فيلات، أو فيلاتهم وبقت مدارس، فبقت يعني إيه بمعنى ما إن هو المدارس الكتيرة اللي فتحت جزء منها كان جاي من هذه المباني بتاعت الناس دي. لكن طبعا ما نقدرش نقول ان الاقتصاد المصري في نهاية العهد العناصري كان اقل او اصغر او افقر من اللي كانوا استلموه سنة 52 بأي ارقام. يعني الحاجة الثانية انه مساعدة حركات التحرر في أفريقيا وفي الجزائر وما إلى ذلك كان بيتباع فيها سلاح من اللي هو مش محتاجة مصر، اللي هو من حاجات أقل، لأن هي كانت حروب صغيرة، يعني مش محتاجة، مش هينفع يبعتوا طيارات مثلا، يعني دي حروب صغيرة بتتعمل بالبنادق والمدافع الصغيرة والكلام ده. فليه مصر؟ لأنها مقابل إن هي بتكتسب عداء معسكر، هي كانت بتكسب صداقة معسكر آخر. يعني المعسكر الشرقي كان بيدعمها من زاوية إنه مساعدة الحركات دي بتضعف نفوذ الغرب، لأن هي هو الثورة دي بتبقى على حكومات موالية للغرب، فكون إن هي تتحول حتى العدم للانحياز، تبقى مش مع دول ومع دول، ده مكسب للمعسكر الشرقي. لما مثلا مصر خسرت أسلحة كتير في 56 تم تعويضها من روسيا، ولما خسرت معظم جزء كبير جدا من سلاح 67 تم تعويضه من روسيا، والقديم خلاص عفى الله عما سلف، مش فمش صحيح ان السياسه الخارجيه، السياسه الخارجيه مصر كانت في فتره من فترات بسبب سياسه التوازن كانت بتاخد معونات من امريكا وروسيا سوا. يعني لحد 66 كان الامريكان بيدفعوا 50 مليون، بما يوازي 50 مليون جنيه، 50 مليون ده مبلغ كبير محترم، يعني ما تقيسيش على اسعارنا على النهارده. قمح من الولايات المتحده سنويا بالسياسه الخارجيه، ما نقدرش نقول السياسه الخارجيه كانت عباره عن خساره خالصه يعني، انما الكوارث المحققه اللي هي اليمن اللي ممكن يعني نتفهمها ان الموضوع كان يبان صغير وبعدين وسع والجيش المصري تورط، لكن حرب 67 في الحقيقة يعني هي كان خطأ فادح في الحسابات اتعمل وساب نتيجة كارثية يعني. فأنا كده خلصت الإجابة. طيب، دخول أمريكا في فيتنام بتهالي من هم قعدوا فترة طويلة في فيتنام من الثمانينات، وهم بيعملوا أفلام ضد أمريكا، هوليود بتعمل أفلام ضد أمريكا في دخولها فيتنام، وبيجيبوا قصص بيتناولوا قصة كده لجنود اتأثروا وعائلات اترمى عليها من الفيتناميين بلا سبب، واخطاء بيتناولوا اخطاء الحكومه الامريكيه يعني عايزه اقول لك بكل اريحيه. هل النهارده تقدر تعمل فيلم في مصر عن اخطاء وكوارث النظام؟ انا بعتبرها كوارث، دخولنا اليمن وخساره 67 خساره فور فري، احنا خسرناها مجانا، خسرنا الحرب دي مجانا، ما فيش. فهل تقدر النهارده تعمل كده؟ لا. منين جاب هذا النظام الزخم الشعبي حتى يحتفظ بمحبة الناس ليه، وعدم استطاعة انه مبدع سينمائي يتكلم لك ايوه الراجل ده كان مجنون نرجسي مجنون ودانا في 60 داهية؟
ده مش رأيي، ده مجرد عرض. اتفضل. انا اتطردت من البيت بسبب فجأة تحيا عبد الناصر يا عم. طبعا فكرة، أولا فكرة نرجسي مجنون دي، يعني أنا عن نفسي يعني لا يمكن أوافق عليها. يعني الفكرة بتاعت إنه تشخيص مشكلة مصر في الفترة النصرية بإنه في واحد مريض نفسيا بيتشخص أصلا من حد مش دكتور وما كشفش عليه، يعني حتى الدكتور النفسي، يعني انا اتذكر ان الاستاذ يحيى الرخاوي، الدكتور يحيى الرخاوي كان قال تعبيرات يعني سلبيه عن عبد الناصر، مش فاكر هي ايه بالظبط، فلما قالوا له انت ازاي تعمل كده، فقال لهم عندكم حق، يعني كان كدكتور ما اقدرش اتكلم على عبد الناصر الا لو عينته اكلينيكيا، يعني انا ما اقدرش اشوفك في الشارع كده واشوف لك تصرفاته ومش عارف ايه، او اقعد معاكي في البيت شويه كده اشوفك بتعملي ايه، فاطلع يعني حتى لو انا دكتور نفساني فاطلع لك تشخيص كده من يعني من منين، يعني لا لازم يعني يبقى في موقف علاجي علشان خاطر اقدر اعمل تقييم. فانا بالاضافه لكده انه اختصار الفتره دي في شخص عبد الناصر هو نفسه مشكله بالنسبه لي، ان عبد الناصر كان بيحكم من خلال قوه ومن خلال ناس، ما كانش بيحكم بدراعه الشخصي كده، يعني ان هو اقوى واحد في قاعد في المنطقه فاللي هيجي هيضربه يعني. فعلشان كده كان عنده مثلا في توازن قوه ما كان ما بينه وبين عبد الحكيم عامر، وتوازن القوه ده كان جاي من انه مقابل يعني حط بقيه الضباط الاحرار في مواضع اخرى. لما نشوف مثلا لما اتعمل المؤتمر الوطني للقوى الشعبيه اللي بعد التأميمات 61، كان في طيارين كبار موجودين في النظام نفسه مش اللي محبوسين في السجون بقى ولا الكلام ده، كان في طيار اسلامي محافظ، اسلامي ومحافظ اتنين متحالفين مع بعض، كان ظهر عنهم تقرير رسمي اللي هو تقرير الميثاق، وصدر عن الجناح الثاني الميثاق نفسه اللي قراه عبد الناصر، والاثنين وثيقتين رسميتين صادرين من نفس المؤتمر في نفس اليوم مصوت عليهم نفس الناس، يعني ده مش تنظيم سري ولا ناس بتشتغل من ورا الدوله ولا بتاعه، والجناح ده فضل موجود، والسادات نفسه هو ابن الجناح ده، وعشان كده مشي في سياسات مختلفه لما جه عبد الناصر. فلما نيجي نشوف فتره النصريه ونختصرها في فتره في شخص، ناهيك عن ان احنا نختصرها في عاهه ذهنيه مفترضه موجوده عند شخص لا احنا دكاتره ولا كشفنا عليه، يعني انا شايف ان ده يعني كلام لا يستحق المناقشه، يعني ما ينفعش انه يتناقش اساسا، يعني اقول ايه لا والله اصل عبد الناصر ما كانش مصاب بكده وده كان شخص طبيعي، هو منين؟ يعني انا هقول الكلام ده بناء على ايه؟ ده كلام لا يصلح للمناقشه. عبد الناصر ما كان في النهايه، انا في تقديري الشخصي من قرايه الفتره النصريه انا قريتها من كل الجرايد وكل الخطب والكلام ده كله بتاعت عبد الناصر وغيره من الضباط الاحرار، هو النظام زي ما قلت لك وطني سلطوي جاي من الخلفيه الوطنيه السلطويه اللي كانت موجوده في المجتمع اوريدي من قبل ما يعملوا الانقلاب، ومشيوا بطريقه معينه، والطريقه دي نفسها كان عبد الناصر اللي هو عليها تحفظات. يعني لك انك لما تشوفي مثلا مجموعه تصريحات وخطب عبد الناصر ومحاولاته لعمل الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي، يعني الكلام الساذج بتاع انه عمل الكلام ده عشان يبان ديمقراطي قصاد الغرب والكلام ده، الكلام ده غير صحيح خالص، هو لم يكن عنده اي مشكله انه يرعى عن سلسفيل امريكا اساسا، يعني انما هو في الحقيقه اتعمل النظام ده لمحاوله اشراك الشعب في النظام. ليه اتعمل بالشكل السلطوي ده وليه ما نجحش ان هي الكلام ده يتحول لديمقراطيه حقيقيه؟ بسبب طبيعه النظام السلطوي مش قادر مهما عمل من محاولات انه يفرز تنظيم ديمقراطي حقيقي، ففي النهايه كل التنظيمات بتتحكم من اسفل وبتبقى مجرد صندوق شكاوي، يعني سواء الاتحاد القومي او بعد كده الاتحاد الاشتراكي، دي كانت في الاخر صناديق شكاوي، يعني الناس بتقدم فيها شكاوي ويبتدي يتدخلوا الناس دول ويتحاوروا مع المسؤولين عشان يحلوا مشاكل هنا او هناك في القريه او في الحي او في مش عارف ايه الكلام ده، لكن ان الناس يبقى ليها سي في السياسات نفسها رغم عمل مجلس الامه سنه 64 واصدار الدستور وكل الكلام ده، لكن النظام بطبيعته ما قدرش يفرز ده. لكن لو اتكلمنا عن عبد الناصر، عبد الناصر افصح كذا مره عن ان في مشكله في النظام وعايزين احلها، واتكلم مع اعضاء مجلس النواب وقال لهم طب احنا دلوقتي نبتدي مع موضوع ده عامل لنا مصيبه، لان انتوا بدل ما انتوا بتعبروا
بتتكلموا بشكل واقعي وموضوعي عما يمكن عمله، بقيتوا شايلين الشكاوي من الناس، فبتعملوا ضغط على النظام اللي هو عنده مشكلة اقتصادية وما يقدرش يلبي كل الكلام ده، فانتوا اصبحتوا او بيقول لهم وانا مش بلومكم، ما هو ده طبيعة المشكلة، ان النظام شغال بالطريقة دي، فانتوا مش هيقدروا يبقى ليكوا شعبية لما تيجوا تقولوا لنا عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا من غير ما تقدموا اقتراحات او حلول موضوعية والكلام ده، هو النظام شغال بالطريقة دي. طب نعمل ايه؟ طب حد عنده اقتراح؟ طب نعملها حزبين، نقسمكم حزبين، حزب مع وحزب ضد، ويتبادلوا السلطة، الحكومة تيجي من هنا والحكومة تيجي من هنا، هو رئيس الجمهورية في كل الأحوال منتخب من الشعب مباشرة. هو كان الموضوع إشكالي، فلكن ما نقدرش نتكلم إن في حد كان مستمتع إن هو يمارس السلطة لوحده وعايز البلد تستمر، لأنه مش حد مش هيبقى وطني، لأن هو في النهاية فكرة الضباط الأحرار كانت إيه؟ كانت فكرة إنها إن ده نظام انتقالي، ان الديكتاتوريه نظام انتقالي. في الاول كانوا فاكرين ان كفايه يقعدوا 6 اشهر، وبعدين لقوا انه طب نعمل فتره انتقاليه 3 سنين، وبعدين طولوها، ففضلت تطول منهم ومش قادرين يخرجوا من السيستم. السيستم اتاسس بطريقه مش قادر يفرز من جواه وطنيه ديمقراطيه تحل تدريجيا محل الوطنيه السلطويه، واظن ده المازق الجوهري للنظام اللي بيفسر ليه في النهايه النظام فشل، لان بمعاييره برضو، انا مش بقول فشل بقى من وجهة نظر واحد كان عنده اراضي واتاخدت منه والكلام ده كله يعني، ولا اللي عنده فيلا واتعملت مدرسة، مش دي قضيتي خالص يعني، لكن من وجهة نظر النظام نفسه ان هو في الاخر بيضطر يرضخ ان الاستهلاك يبقى اهم من الانتاج، وتتراجع الخطة تنفيذ الخطة الخمسية مقابل ان زعل الناس يقل، انه ما قدرش ان هو يكتسب ولاء حقيقي للسكان، كل الناس بتحب عبد الناصر زي ما انت عارفه، ولما مات حتى وبعد حرب 67 ولحد النهارده باباكي واحد يطردك من البيت علشان الحكايه دي، يعني هو ساب ناس فعلا يعني جمهور واسع بيأيده فعلا من قلبه ورغم الهزايل ورغم كل حاجه، ولكن الناس دي نفسها هو كان بيتكلم انه ما اقدرش اوصل لهم، الناس اصحاب النفوذ او الثروه او اللي ليهم مراكز بيوصلوا لي بسهوله، والناس اللي انا عايز اخدمهم ما بعرفش اوصل لهم، ومش عارف امكنهم ان هم يبقى ليهم سلطه. يعني فالنظام كان اشكالي، وكانت اشكالياته واضحه بالذات لعبد الناصر اكثر من اي حد، لانه في مركز السلطه وشايف كل حاجه. طب هو طب هو النظام فبالتالي النظام هنا مش قادر مش قادر يحل، يعني مش قادر يحل المشكلة بسبب طبيعته نفسها، وأظن إن ده كان مقتله، يعني إنه مش قادر يفرز من جواه وطنية ديمقراطية، رغم إن هو عنده ميل أو تصوره عن نفسه في النهاية إنه هيعمل الحكاية دي في الآخر. أستاذي، هو ما كانش قادر يصنع آلية للاستماع لشكاوى الناس، بمعنى يا سيدي مش عايزين نفتي، روح هات نظام من اي دوله عملت حاجه اسمها احنا النهارده المحليات، احزاب مختلفه تنزل في الارض وتتكلم مع الناس وتسمع صوتها وتعرض كلامها، هذه الامور كان صعب ان تتنفذ. شوف يا استاذ، انت قلت لي كانوا لا عايزين انت مش يعملوا ما... لا لا استني، انت مش عارفه التفاصيل اصلا يعني، لا ده كان في انتخابات محليات وكان بينزل فيها الناس بعشرات الالاف، طيب وكان في انتخابات مجلس الامه، مجلس الامه اللي هو المجلس النيابي، وكان في انتخابات الاتحاد الاشتراكي نفسه، كان جواه انتخابات للتصعيد من تحت لفوق، ومجلس الامه في الاول كان بالقيادات بالتعيين، وبعد كده بقت بالانتخاب هي المشكلة، وكان الرئيس نفسه عنده مكتب ضخم لتلقي الشكاوي عشان كل دول، عشان لو أي حد فاسد وحد عايز يشتكي للرئيس فتوصل لمكتب الرئاسة، ما كانش في مشكلة في إنه يقرب من الناس من الزاوية دي، وعشان كده شعبيته طاغية يعني، وده اللي يفسر شعبيته الطاغية، لكن ده حاجة والديمقراطية حاجة تانية. الديمقراطية مش إنك تسمعي شكاوي الناس وتحليها، هو ده كان تعريف الديمقراطيه في الفتره الناصريه، اللي عبد الناصر عارف انه قاصر وانه مش ديمقراطي وعايز يتجاوزه. الديمقراطيه ان يبقى في قوه اجتماعيه بتشارك في السلطه، مش بتشارك في الشكوى، مش بيستجاب ليها، ما هو بيستجاب ليها ده كان بيتعمل باستثناء الناس اللي معتبرين بقى اعداء للثوره، فاهم الفكره فين؟ يعني مش ان الشكاوي ما بتوصلش، مش دي حلو قوي القضيه خالص. حلو قوي.
انا في رايي ان اول من اصل للوصايه في العهد الحديث ده هو عبد الناصر. فكره ان انا لازم اسمع شكاويك وانا لازم انت يا سيدي فندم. عبد الناصر ما كانش مقتنع انه موظف هيشتغل شويه ويطلع معاش، لا كان شايف ده وجهه نظر انا بطرحها، وحضرتك عندك الاليات اللي تفند هذا. انت قلت اهو في البدايه كانوا فاكرين مرحله انتقاليه 6 شهور وبعدين هي مش عارفه ايه، المده طالت، المده ما هو عمال بياخد قرارات مداها بعيد يا استاذ، ما هي مداها بعيد مش مداها 6 اشهر ولا سنه ولا 2، لا ان انا اعمل. وبعدين خطه خمسيه انت كنت بتقول لا اقعد مش عارفه قد ايه، طب سنه طب سنتين طب كذا، ده غير انه في حاجه انا معرفش دي هتنكرها ولا او يعني هتقول ان لا ما حصلش او كذا. لا انا ما بنكرش حاجه، انا هعترف بكل حاجه من غير ضرب ولا حاجه. بص يا سيدي، انه كان عامل حاله من الضغط النفسي على المحيطين بيه من خلال التجسس عليهم، بمعنى انه كان نظام المخابرات بتاعه كان مصور شرايط، بيقولوا كان مصور شرايط لعبد الحكيم عامر نفسه، ده اقربهم، وده سبب انتحار او مقتل او كذا لعبد الحكيم عامر. علاقاته الجنسيه انا شايفه ان علاقات احدهم ما تخصش نظام الحكم، انت ليه بتضغط عليه بيها؟ انت ليه بتصوره؟ ليه علي شفيق اصل راح ارتبط بمش عارفه بمها صبري؟ ليه راح اتجوز برلنتي عبد الحميد؟ ليه انت ايه ده؟ ايه ليه بتعمل ده؟ وبعدين في الاخر اكل صلاح نصر برضه وعمله في التطهير قتلوا؟ لا ما قتلوش، لا ما لا قتلش بقول لك صلاح نصر، اكلوا مش قتلوا، قتلوا. اكل او اتحاكم وانت فاسد وكانه شيله ليله الفساد، وانا مش قادر اوصل لكم يا اولاد ومش عارف انفذ لكم. عارفين طلع مين ابو رجلي مسلوخه؟ صلاح نصر. وطلعت فيما بعد بقى احنا الاجيال بتاعتنا بقى ايه، شفنا الست اعتماد خورشيد وهي بتتكلم مع نيشان في برنامج زي العسل، ده كان بيعمل وكان بيعمل صلاح نصر، وكانه جمال عبد الناصر نزل بالبراق قعد في الحكم واتفاجئ بابليس نصر مش صلاح نصر، واتفاجئ بالناس الوحشين وانا كنت فاكرهم كويسين وطلعوا وحشين قوي، ده حتى عبد الحكيم بصوا كان بيحب مين وكان بيعمل ايه. ما هو حر يعني، انت مالك بيه في اوضه النوم؟ ما تركز معاه في شغله، ما هو عشان يرضيك بسبب هذه الوصايه برقبتي يا ريس وشربناها حتى اليوم. فانا شايفاها المواضيع كانت بتيجي باي لك، وهي سمعت معايا انا كنت ناوي اعمل كذا وبعدين ايه ده طلعت حلوه اهي، عمل زي بالظبط ايه، خلينا اسوقها يمكن اطلع بعرف، فاكتشف انه حب القصه واشتغل، والحمد لله ما حدش سمعني. اتفضل قول مش هطرد. اوعي باباك يوصل لليوتيوب يعني. انا بقول لك اهو. بص يا ستي، يعني برضو انت بترجعي تاني لانها مساله شخصيه، اللي يعني هو ايه علاقته بعبد الحكيم، وعبد الحكيم والرقاصه والممثله والمش عارف الايه والمغنيه والكلام ده. لا، الخلاف مع عبد الحكيم ملوش علاقة بالقصص دي خالص. يعني الخلاف بتاع عبد الحكيم له علاقة بأنه عبد الحكيم أصبح أهم مركز قوة موجود في النظام. ليس صحيحا أن الجيش كان بيحكم، اللي كان بيحكم مؤسسة الرئاسة، إنما الجيش كان أكبر قوة نفوذ جوه السيستم ده. وعبد الحكيم إلى حد ما أصبح يعني بالتعيينات والتطهيرات والكلام ده جمع حواليه مجموعة من الضباط الموالين ليه بشكل شخصي بصرف النظر عن كفاءتهم. واللي حصل بعد كده انه لما حصلت الوحدة ما بين مصر وسوريا، فعبد الحكيم باعتباره الرجل الثاني في الدولة أرسل إلى سوريا علشان يهندس الأمور هناك. ففشل فشلا ذريعا، وده كان نتيجة الفشل ده ان هو حصل الانقلاب بتاع النحلاوي وانتهت الوحدة المصرية السورية.
رجع مصر، وعبد الناصر حاول ان هو يقلل نفوذ عبد الحكيم عامر بانه يجمع بقيه الضباط الاحرار، فقالوا له احنا هنعمل لك ايه، ما انت يعني هو اللي تحت ايده ورق كتير. وعبد الحكيم عامر غضب سنه 62، وعبد الناصر خاف ان هو يعمل انقلاب عليه فاضطر يصالحه وسابه يكمل. لما حصلت هزيمه 67، ما يعني فكره ان هو قال له برقبتي يا ريس علشان خايف من الشرايط بتاعت لا الكلام ده مش صحيح طبعا، لان هو عبد الحكيم عامر كان نفوذه قوي في الدوله جدا يعني. انما اللي حصل انه بعد 67 اظن ان قوى كتيره في الدوله قررت ان هي يعني تنتحر عبد الحكيم عامر. يعني هو الروايه الرسميه ان هو انتحر، هل هو انتحر ولا امين هويدي بتاع المخابرات اللي جه في المخابرات وقتها هو اللي مش عارف، يعني هو اللي هندس الحكايه دي. لكن في كل الاحوال سواء هو انتحر او انتحر فهو ده يعني كان له علاقة بصراع أساسي كان موجود في النظام، اللي هو اسمه مين؟ صلاح نصر. صلاح نصر واحد من أذكى ضباط الأحرار على فكرة، وكان عنده رؤية استراتيجية من أيام ما كانوا لسه قبل ما يوصلوا للسلطة تخص علاقات مصر الدولية وحاجات زي كده، وكتب ورقة استفاد منها عبد الناصر جدا وقتها وبقية الضباط الأحرار، اللي هو يعني منها مثلا ماشي على خطى الوفد بتاعت ان احنا ناخد موقف محايد بين المعسكرين الشرقي والغربي والحاجات دي يعني. وتولى المخابرات وهو لعب دور مهم في تحويل يعني انشاء جهاز المخابرات وتحويله الى جهاز محترف فعلا وفيه كفاءات اللي هو مصر معتمد عليه لحد النهارده. ده انجاز صلاح نصر الحقيقه. وطبعا هذا الجهاز كان بيتولى اعمال وحشيه من ضمن حاجاته، ودي يعني حاجه سيئه جدا، ولكن لا يخلو جهاز مخابرات من عملها بما فيها المخابرات المركزيه الامريكيه بتاعت الحريه والمش عارف ايه والكلام ده. فالجهاز المخابرات وعمله صلاح نصر. صلاح نصر كان أقرب لعبد الحكيم عامر في الصراع ده في الفترة الأخيرة اللي هي قبل حرب 67، وده سبب إن هو تقرر التخلص منه بالطريقة دي، إن هو يتحول للمحاكمة وتطلع بقى الأوراق بتاعت فساد جهاز المخابرات وما إلى ذلك. فده كان الطريقة السيئة اللي كانوا بيتعاملوا بيها ضباط الأحرار مع بعض، إن هو يا إما الشخص يتنحى في هدوء زي مثلا كمال الدين حسين. يعني كمال الدين حسين ابتدى يختلف مع عبد الناصر لأنه هو كان من الجناح الإسلامي اليميني، وشايف إن عبد الناصر ما كانش المفروض يعمل تأميمات بعد التأميمات بتاعت 61، فلما عمل تأميمات 64 اختلف معاه كمال الدين حسين، فخلاص قال له طيب خلاص أنت مش عاجبك الموضوع فأنت اقعد في بيتكم معزز مكرم، فقعد في بيته. فيبدو إن ده كان صعب في حالة صلاح نصر ولا إيه السبب، أنا مش عارف تفاصيل الموضوع، انا بهتمش زي ما بقولك قوي بالروايات الشخصيه دي. ف تم التخلص منه بهذه الطريقه واحيل للمحاكمه، وخاصه الفتره دي كانت كارثه 67 وما الى ذلك. ف يعني مش الفكره هنا ان في تدخل او يعني ادانه بالحياه الشخصيه، هو كان ادانه بفساد جهاز المخابرات بصفه عامه. فمن هنا جت الفكرة بتاعت تطليع الحاجات دي باعتبار انها ايه يعني هتخلي الجمهور ياخد موقف، زي مثلا لما عبد الناصر يعني كان عنده مشكلة مع القضاء الشرعي لانه بيصدر احكام مش معقولة ومش بتناسب العصر، وعايز ينقل القضاء في الاحوال الشخصية للقضاء المصري العادي. ففي الفترة دي اتنين مشايخ ارتكبوا فضائح اخلاقية من بتوع القضاء الشرعي، فاتنشر ده عن تقواسه، وفي السياق ده جت يعني كورقة مساعدة في سياق عملية إصلاح معمولة لأسباب تانية. فللأسف الطريقة دي كانت بتستعمل، ودي من ضمن الأدوات اللي بتستعملها الأنظمة السلطوية بصفة عامة، اللي هي الخلط ما بين استخدام المشاكل الشخصية لما تيجي تتحسم صراعات لأسباب تانية ملهاش علاقة بالموضوع ده. فأنت عندك حق في الكلام ده لا 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 من لا بص، زاوية انت يعني. جيت، لا استنى استنى، انت جيت في حتة وكنت قد ايه متحمس، وبعدين جينا عند الجزء بتاع تصوير فارس والفيل
اسمه سيف الفرق؟ والفيل بقى. سيف والفيل، اه القضاء انا مش كان فاكر اسمه اساميهم. كده، سيف والفيل. مش تقصيرهم، ما كانش فيه فيديوهات وقتها. انه لا، ده الست استدرجتهم ودخلوا عليهم بالجرم المشهور، تمام. هل تتخيل معي ان احنا حولناه لمحاكمه لجمال عبد الناصر مش للثوره؟ انت اللي محولاها، انا مش عايز اتكلم عن عبد لا انا الناصر عايزه، كشخص خالص. بص يا استاذ، انا طبعا مش مع الشخصنه تماما انا مش تماما، شايف ان مصر تختزل في شخص ايا كان هذا الشخص، يعني اكيد في اكيد، حقبة بس من تاريخها. لا انا دايما شايف بيقول ان لك النوع ده من المناقشات غير مفيد من الاساس، يعني ده رأيي. اللي هو عبد الناصر مجنون ولا مش مجنون، عبد مش الناصر قصدي كده يا استاذ، مش قصدي ارتكب كده. جرائم اخلاقية ولا ما ارتكبش جرائم اخلاقية، يعني هو ده. يعني هي هزيمة 67 بسبب ان هو فانت كان فضح عبد الحكيم، فضح صلاح نصر. نصر، لا صلاح نصر كان بعد الهزيمة، يعني في حاجات، يعني هل كان في تنميه ولا لا، دي كنت يعني لسه حسب هسألك الفتنة. السؤال ده. لا يعني مش، لا لا انا كنت يعني لسه هسألك انا مش السؤال ده. شايف ان معدل الطريقة دي هي النمو، الطريقة دي اللي شائعة شغالة، يعني لانها زي لا ما يا قلت لك كده بتخلي الناس ايه تاخد موقف وهي مستريحه، يعني بناء على معايير الاخلاقيه الشخصيه. لكن انا رايي زي هيجل ما بيقول ان انت ايه، لا احد يبدو عظيما امام خادمه الخاص. نقلا عن نابليون فيما اظن، يعني ان انت لما تيجي تقول لنفسك ان انت افضل اخلاقا من احد قاده العالم او قاده مصر او غيرها في حياتك الشخصيه، يعني تعتبر نفسك ان انت افضل منه لهذا السبب. يعني انا رايي ان دي يعني نزعه يعني نزعه بتخلي كل شيء صغير على مقاس الشخص الصغير اللي بيحكم العالم باخلاقه الشخصيه، في حين ان القضايا هي قضايا مستقبل امم واقتصاد وعسكريه وامن وحاجات كتير جدا، يعني ما هياش، وتغييرات اجتماعية وعلاقة الطبقات ببعضيها، ما هياش كان مين بيبص تحت سرير مين. يعني كويس جدا انت قلت الكلمه دي. انا عشان اكون صريحه معاك، دي الراي ده يخصني انا. انا طول الوقت ده بتكلم على فكره بصوت الناس، يعني ده المشاع، هذا ما يقال، واتفضل قول لي رايك فيه. أنا رأيي فيه إنه تافه، طيب إن دي مناقشة لا انا تؤدي رايي إلى نتيجة، الشخصي، لا تؤدي إلى حكم على فترة تاريخية سواء في مصر ولا غير مصر. طيب يعني يا في استاذ، الآخر هل هو نابليون، هي قصته مع جوزفين، هو ده الموضوع يعني؟ لا، ما احنا وخانته ما كان وصلناش. بتشوف ضباط من وراء، هو ده الموضوع؟ يعني هو ده نابليون؟ لا، ما يعني حصلتش الموضوع في كده يا دكتور شريف. بس هقول لك حاجه، عبد الناصر لما جه يعمل اصلاح زراعي، عمل ما سالش وعمل تنميه وعمل كذا، ما سالش علماء اجتماع، هل طبقات الشعب او هل الشرايح المختلفه متقبله لده؟ ندخل الموضوع ده ازاي؟ حصل تاريف غير عادي من اول عبد الناصر لغايه النهارده، تاريف للمدينه، في خلط، انت ما بتقدرش تعرف الطابع الحضري والريفي لمصر، ما عدتش ده مخلوط ببعضه. مدينه نصر في على حدودها احياء ريف، الراجل عامل موتور ميه ومربي معزتين وجايب فرختين وجايب مش عارفه ايه، في حين انت بتلاقي دكتور في جامعه مش عارفه ايه، الشقق عامله ازاي، العمارات ايه، الهايبر ايه، وهكذا. ما حصلش دراسه اجتماع تشريح للشرايح المجتمع، مين يتحمل ايه ومين يحصل ايه. حصل فيلم مثلا زي اني لا اكذب ولكني اتجمل، يعني بقى في مشكله اجتماعيه داخل الشرايح المجتمع المصري. دي نقطه. النقطه اللي انا كنت هسألها، افتكرتها، ده مأخذي على عبد الناصر على فكرة، اللي فات، اللي هو عدم استني بس التعاون اللي مع هي، دكاترة علم الاجتماع عشان يشوفوا طيب المصلحة. الآثار الاجتماعية والتاريخ ماشي. في حاجة تانية كمان، ايه، اوكي في عندنا اسمها ايه، احصائيات بنسبة النمو في مصر، النمو الاقتصادي او النمو في الناتج المحلي في مصر في عهد عبد الناصر كانت النسبه قد ايه؟ يعني احنا نعرف مثلا
في حكومة نظيف قبل ما يمشي كانت نسبة النمو حوالي 7.5%، ولكن كانت مقصورة في إيد مجموعة من الشعب، عايدة على مجموعة بس. نسبة النمو معرفش 7 5، المهم إن هي عالية كبيرة. 6.5% اه بالظبط كده. نسبة النمو في الاقتصاد كان في إحصائيات بيها وقت الفترة من 50 لغاية 69، طبعا، يعني 61 ولا قصدي. في كتب بأكملها عن الاقتصاد في عهد عبد الناصر، يعني دي ومصر عندها إحصائيات من ابتدت من أواخر عهد محمد علي، يعني تمام جميل. والمؤسسة الضخمة دي اللي هي بتاعت الإحصاء تعداد والإحصاء والتعداد والكلام ده، دي أريد إنشائها من الأول في الفترة المصرية نفسها، لأنه ببساطة أي دولة علشان خاطر تقدر تعمل أي خطة لأي حاجة لازم يبقى عندها معلومات مش عن الناس كأفراد، ولكن عن الوضع الاجتماعي على بعضه، في قد إيه تحت خط الفقر، في قد إيه فوقيه، متوزعين فين، الصناعات موجودة فين ومش موجودة فين، إحصائيات عن كل حاجة. فده يعني جزء من تركيبة الدولة الحديثة أساسا، ملهاش علاقة كان لا بعبد بكام؟ الناصر ولا الملك ولا الكلام ده كله، ما كان صح في صح كان ما كام في جهاز المية؟ المحاسبات موجود من أيام الملك، وتم تطويره تطوير جبار في الفترة المصرية، يعني مش هي دي القضية خالص. ما لكن بسألك بالنسبة كده. للنقطة الأولانية اللي هي الخاصة بالآثار الاجتماعية والتاريخ، أي عملية تقدم، ودي النقطة أنا أشرت ليها قبل كده بس يمكن ما كانتش واضحة، هي عملية تحرير للريف في مجتمع معظم سكانه ريف، وعملية تمدين تدريجي. هي المشكلة فقط في إيه؟ إنه مدى قدرة المدينة على استيعاب الوفد من الريف، هي دي اللي بيغير المسارات. يعني ما احنا ممكن نقول ان طه حسين جاي من افقر الناس في الريف ومش عارف، محمد حسين هيكل كان ابن بشوات، بس طه حسين كان ابن عائلة معدمة في الريف عادي، يعني طه حسين أكثر تقدما من محمد حسين هيكل يعني. وكتب كتاب المعذبون في الأرض اللي بينتقد فيه النظام القديم، إن يعني الناس حالتها بؤس، وإن يحصل وباء كوليرا والدولة مش قادرة تلمه، يعني كوارث كتير يعني كانت بتحصل وقتها. فإحنا عندنا الفكرة كلها، الثورة الفرنسية عملت إيه؟ طبقة بحالها أزيلت، طبقة كبار الملوك أزيلت، اللي هي طبقة النبلاء أزيلت من كده إزالة، ولما حاولوا يكونوها تاني في فترة عهد عودة الملكية فشل الموضوع، والأراضي اتنقلت للفلاحين، وحصل برضو تاليف وحصل كل حاجة، وكان في اتجاهات رجعية في فرنسا استمرت فترة طويلة بسبب التاليف ده، وعشان كده الديمقراطية ما اكتملتش في فرنسا إلا على مدى قرن بعد الثورة الفرنسية. فكان دايما المسألة بترجع تاني، الفلاحين صوتوا لنابليون الثالث اللي هو أصبح أنشأ الإمبراطورية الثانية اللي هو في سنة 1871 بعد سقوط النظام، يعني انتخب كرئيس جمهورية وبعدين تحول نصب نفسه إمبراطورا سنة ألف بعد الثورة الفرنسية ب 80 سنة. فإحنا لازم نبقى مدركين المشكلة هي إنه لما حصلت، يعني كان في درجة من التاريخ هتحصل بس خلاها كبيرة قوي، اللي هي الهزيمة بتاعت 67 وآثارها الاقتصادية اللي خلت المدينة نفسها مدمرة. وبالتالي لما ابتدت المسألة تتحول بالتدريج ابتدى، يعني وبالاضافه لاهمال الريف طبعا، لانه جزء كبير من الدخل موجه للمجهود العسكري والظهير بتاعه، يعني لازم يبقى عنده امدادات وتموين وغيره وغيره. ف للسبب ده يعني كانت الهجمه الريفيه اللي مش ممكن استيعابها كبيره، وعمليه التريف فضلت اثارها متزايدة. وعلشان كده ده يفسر لك مثلا ليه في سياسات حالية للإنفاق على الريف بشكل واسع، إن الريف نفسه يستقر ويتحول نفسه لمكان إنتاجي قابل للنمو والتطور بصناعات ريفية بغيره، بتوسيع الرقعة الزراعية علشان خاطر
يبقى من ناحية الريف ما يبقاش فيه منه هجرة كبيرة، ومن ناحية تانية المدن الجديدة تكبر وتستوعب والكلام ده ما تبقاش، ويتم التخلص من العشوائيات وما إلى ذلك. كل دي محاولة لمواجهة عملية تريف لعبت فيها عوامل كتير جدا، من على رأسها في تقديري هزيمة 67 اللي ضاعفت التأثير ده. لكن إن إحنا نقول إن الأرياف دول ناس ولاد لذينة والمفروض إنهم ما يتمدنوش أبدا، طب هو مصر هتبقى دولة محترمة إزاي؟ حتى بطريقة البشوات، إن كل طب هو الفائض مفيش بينزل طريقة في إيد يتمدد البشوات فيها؟ وخلاص على كده. طب حتى البشوات اضطروا يوسعوا التعليم شويه، يعني كان في حركه توسع تعليم على فكره بعد ثوره 19، يعني عبد الناصر ما اخترعش الموضوع وان كان ضعفه، وده سبب تفاقم الاحتجاجات ضد النظام القديم، وهم دول الناس اللي هم ايدوا الوطنيه السلطويه. فهي دي مخاطر ضروريه لعمليه التحديث، يعني هو ده جوهر عمليه التحديث. وانت بتحدثي ايه؟ انت بتحدثي البشر، وانت لو حدثتي المكان بس هيبقى عندك جيش من الناس الجعانه، الناس دي هتعمل ايه؟ لو جبتي بس الات حديثه بيشتغل عليها عدد قليل من العمال والفنيين والمهندسين والبتاع، لو لقيت الناس دي هتقعد تعمل ايه؟ تسقف؟ لازم تعملي تنميه متوازنه وعلى راسها القطاعات الافقر. يعني ده هو ده جوهر التقدم اصلا. يعني اي كلام عن مستقبل مصر مش حاطط في دماغه هو مشكله الطبقه الوسطى الليبراليه اللي في مصر طالعه ايه، انها دماغها خاليه تماما من الكلام ده. هي بالنسبه لها ان الناس دي تولد، دي ناس متخلفه. لا، الناس دي مش هتولد، دي هتولع فيك على فكره. صح. طيب ما كانش فيه طريقة لتمدين للنهوض انا نسيت السؤال، لو كنت سبتني قلت انا سوري، كنت فكرت. انا ساكت اهو، انا طب فتحت عايزه اقول لك بقي، حاجه، هو انت احنا بقالنا هتعمليني انا السبب يعني؟ بص بص دكتور شريف، احنا بقالنا ساعه ونص والكلام بصراحه ممتع، انا شخصيا مستمتعه، انت شايفه كلام مش مجدي بس انا شخصيا مستمتعه، يعني شايفه لا تحليل لا، انا شايفه مجدي جدا، انا بس خلاص. عايز المناقشة حوالين مش بس انا الناصرية، فاهماك، انا عارفه انا حوالين فاهماك. تاريخ مصر الحديث. انا مش عايز ان تاريخ مصر الحديث يبقى عباره عن قطع زي جبنه النستو كده، او عارفها، او الجبنه اللافاش كيري، تمام. اللي هي يعني في حته اسمها الملكيه، وبعدين حته بتاعت النصريه ملهاش دعوه بيها خالص، ملهاش علاقه باللي حصل قبل ايوه كده، وبعدين بالظبط. حته اسمها السادتيه ملهاش علاقه بالنصريه خالص، وهي والمباركيه، وبعدين الحته الجديده دي اللي ملهاش علاقه، كل واحده كان تاريخ مصر ده ملوش اي معنى اصلا. هو عبارة عن إن في ناس، كل واحد بقى حسب ما يشوف، يشوف الملك حلو وعبد الناصر وحش، يشوف عبد الناصر حلو والملك وحش، يشوف أي حاجة، بس في الآخر هي قطعة جبنة نسبي. طيب انا الحته اللي انا كنت هقولها لك، هو ما كانش ينفع يعني تمدين الريف الا لما الناس تيجي المدينه، كان ممكن على فكره يتطور الريف، والنهج اللي الموجود دلوقتي كويس جدا مفيد. يعني خلينا اقول لك النهارده احنا ايه، خلينا ننهي بقى الحلقه على كده، على وعد بحلقه تانية نتكلم عن اثار سياسات يوليو. هنيجي بقى نناقش بقى ايه زي ما انا قلت لك كده، الثوره الفرنسيه اثارها في فرنسا احنا شايفينه دلوقتي حاجه كويسه، يا ترى الاثار احنا شايفينها النهارده في 2021 كويسه؟ طب في التسعينات كويسه؟ طب عملت لنا ايه؟ خدت مننا ايه؟ ونفهم بقى هذا الكلام في الحلقه القادمه اذا سمحت أنا لنا. عايز أقترح بس اتفضل قبل ما تقفلي، اتفضل. ويعني أنا أقترح إن إحنا نكمل بقى بشكل يعني تزامني، إزاي السادتية طلعت من المباركية من ما احنا الناصرية، هنيجي على علشان الموضوع خاطر برضو أنا عايز يعني ننهي سياسة العزل للحاجات عن بعضيها، وإن يبقى تاريخ حلو مصر قوي، ملوش معنى دي. وانا هاجي لك برضو هاكد على الحتة دي، ومحدش يقول لبابا يا جماعة هو حد يقول انه عبد الناصر اصل كل اللي كان يجي يحكم يمسك اللي قبليه يشوهه، اولا ياخد فتره كده محترمه، يا عم شوف شغلك، يقول لك لا معلش انا دلوقتي بشوه اللي قبلي، ما انا مش فاضي، يا سيدي شوف اللي وراك، لا انا مش انا بشوه التاني، وتاخد لك فتره محترمه كده تشوه وتحبس وتعمل في اللي قبليه. عايزين نعرف ده ليه؟ انا في رايي ان الرئيس عبد الناصر اصل قوي لحته يعني خلينا، انا مش عشان ايه ما نوقعش في بعض تاني. على يا موعد ستي، الحلقة انا مش بدافع عن عبد الناصر خالص على فكره،
انا على فكرة بحب وانا الكلام الموضوعي. ماليش اي علاقه خالص بفكره عباده الفرد ايا كان هذا الفرد نهائي. وبالعكس انا طول الوقت واقف ضد مبدا ان احنا هنفسر تاريخ مصر بان الملك كان كويس ولا وحش، والنص كان كويس ولا وحش، والسادات كان كويس ولا وحش، ولما نوصل بقى القرارات في الحكايه دي يبقى خلص الموضوع الحمد لله فهمنا تاريخ مصر. ده انا رايي ان احنا كده ما فهمناش اي حاجه خالص. تمام. يعني ما تتعامليش مع الناصريه لان ده مش حقيقي على فكره، وانا كاتب اصلا كتاب بتاع كاتب كتابين عن الناصريه نقد. فما هياش خالص يعني القصه مش كده، انا بس مش عايز المصريين يتوهوا في تاريخهم او يبسطوه لدرجه تخليه كاريكاتير، تمام، على شويه وعد ناس حلوه وشويه احنا ناس وعد وحشه بقى يا وخلصنا جماعة، على كده. خلاص احنا مضينا الدكتور شريف يا جماعة، خلاص ما تقلقوش يا اسلام، ما تقلقش احنا مضيناه. كل ضيف تمت بيجي عندنا اقواله وبصر. بنمضيه انه هيجي تاني. اشكرك جدا يا دكتورنا العزيز، على وعد بحلقة جديدة ان شاء الله، نحدد ننسق مع بعض بقى ليها، نكمل بقية ان شاء الله نعملها سلسلة ألف شكر ننسق. وأهلا بيكي، وسعدت اهلا بالحوار بيك، معاكي. وأنا كمان بشكرك جدا على تلبية الدعوة، وتصبح على ألف خير. تصبح على مع خير السلامة. جميعا، وعلى وعد بلقاء جديد. مع السلامة.